يا مساء الخير واهلا بكم معانا وحلقه جديده ويوم جديد من ان بوكس على شاشه صدى البلد. اخباركم ايه يا جماعه؟ النهارده بقى معانا فقرات جامده جدا جدا، لكن في البدايه ارحب بزمايلي واصحابي نوران ورحمه. صباح الخير يا بنات. عامل ايه؟ صباح النور. الحمد لله. ازيك يا رحمه حبيبتي؟ ثلاث بوسات. النهارده ان شاء الله زي ما قال فاروق كده معانا فقرات حلوه جدا جدا. الفقره الاخيره هيبقى معانا الدكتوره وفاء شلبي، اخصائي الطب النفسي، علشان نتكلم عن صحه الشباب والمراهقين. علشان احنا عايزين نتكلم اكتر عن الصحه النفسيه عشان هي اهم حاجه طول الوقت بنقول كده في ان بوكس. وكمان الفقره الثانيه هتبقى مخصصه يعني هقول ايه على نفسي يا رب، للاخت الكبرى يا جماعه، اليوم العالمي او العيد لازم يخصصوا لنا عيد للاخت الكبرى، فده هنتكلم فيه بعدين. انتوا اكبر اخواتكم ولا لا؟ انا اكبر اخواتي ولا اصغرهم؟ المعامله ازاي في البيت؟ كل ده هنتكلم عليه في الفقره الثانيه. اما الفقره دي هنتكلم عن ايقونه الجمال، نجمه عزيزه على قلوبنا كلنا وبنحبها وبنموت فيها علشان بنحتفل كلنا بعيد ميلادها، وهي النجمه الكبيره جدا شريهان. الله. صح، دي حقيقه فعلا يا رحمه. زي ما انت قلتي، يمكن الفقره الاولى هنخصصها لان احنا نتكلم عن ايقونه من الجمال والنجوميه، فنانه استعراضيه من الطراز الاول، نجحت في انها تقدم حاجات كتيره قوي من ناحيه الفن والغنى والاستعراض، الفوازير اللي كلنا لحد دلوقتي بنتفرج عليها كل ما بنشوفها في رمضان. واول ما رمضان بيجي ونيجي نتفرج على الاعمال الرمضانيه مرتبطه جدا في ذهننا فوازير شريهان، وطبعا فوازير طبعا الفنانه القديره نيلي. ولكن شريهان يعني خدت معانا وقت كبير لان هي يعني احنا برضو تربينا على فوازيرها طبعا. يمكن احنا بنحتفل النهارده بعيد ميلادها، عشان كده احنا هنروح نشوف فيديو قصير عن معلومات كتيره جدا عن حياه شريهان يمكن احنا ما نعرفهاش، حبينا نعرفها اكتر من خلال الفيديو ده. نروح نشوفه ونرجع نكمل كلام عن النجمه الجميله شريهان. يمكن يا جماعة يعني كلنا لما بنشوف بس صورة شريهان على الشاشة كلنا بنفرح وبنحس قد إيه هي فنانة جميلة، وبنفتكر معاها ذكرياتنا الحلوة. صح. هي فنانة نجحت إن هي تقدم كل حاجة، بداية من التمثيل أيام ما كانت صغيرة لما عملت مسرحيات ومسلسلات، وكانت في بدايتها عملت مسلسل كان من بطولتها برضو، كان في ناس كتيرة جدا من الفنانين الكبار وتحديدا الفنان القدير الراحل فؤاد المهندس لما أشاد بأدائها. ولما كانت بتعمل الفوازير والاستعراضات وكانت بتهتم بأدق التفاصيل من الشعر والميك اب والأزياء واللبس، وكانت مختلفة عن جيلها، عن طبعاً نجمات جيلها بشكل مختلف. الحلوة قوي في الموضوع دلوقتي أنه النجمة الجميلة الفنانة الاستعراضية شريهان هترجع لنا بمسرحية اسمها كوكو شانيل، ودي المسرحية اللي أعلن عنها الشاعر والكاتب طبعا الكبير مدحت العدل، ويمكن أعلن عنها من يومين وقال أنه الفنانة هترجع لنا بمجموعة من المسرحيات هي اسمها مسرحية كوكو شانيل، وفيها استعراضات كتيرة جدا مبهرة وهتعجبنا جدا. هي مجموعة مسرحيات بالظبط إن شاء الله يتم عرضها الفترة اللي جاية. ويمكن يا جماعة يعني غياب شريهان عننا يعني لمدة 30 سنة برضو فترة مش كبيرة جدا، فترة قصدي كبيرة جدا، ويمكن آخر مسرحية كانت عملتها كانت مسرحية شارع محمد علي، كانت طبعا مع وحش الشاشة فريد شوقي سنة 91، وكمان المسرحية دي بقى إن شاء الله هيشارك فيها مجموعة من الفنانين زي ياسمين رئيس وكمان إنجي وجدان. عايز أقول لك بقى إنه النجمة شريهان كانت ليها رؤية مختلفة جدا وهي بتختار أعمالها الفنية، كانت بتقول النجم ده ما ينفعش يبقى زي كوباية الشاي اللي بتسلي الجمهور، يعني لازم يبقى صعب المنال، لازم لما الناس هو يطل عليهم في الشاشة يبقى مختلف ومميز. يمكن هي الفنانة شريهان ما كانش ليها كم كبير من الأعمال الفنية، أفلامها تتعدى على صوابع الإيد، مسرحياتها برضو قليلة، لكن ما حدش يقدر ينكر أن كل فيلم وكل مسرحية كانت مختلفة ومميزة وكلنا فاكرين كل أعمالها. ده يعني بقى ذكاء. بالظبط ذكاء، هي كانت بحس أن هي سبع عصرها جدا، وكلهم كمان تنبؤوا لها وهي صغيرة بمستقبل يعني باهر، وكمان في نجومية طبعا زي العندليب عبد الحليم حافظ وهي صغيره قال لها يعني انا متنبأ لك جدا بمستقبل كله نجوميه وباهر جدا، وكمان اهداها سلسله من الذهب. ومش كده وبس، كمان كوكب الشرق ام كلثوم طبعا نفس الكلام برضو كانت بتشيد بيها وهي صغيره، وكمان فريد الاطرش برضو كان نفس الكلام. ما شاء الله، كمان مثلت مع اهم الممثلين والنجوم، وبدات يمكن في قطه على نار مع نور
فيلم، هو فيلم قطة على نار مع نور الشريف وبوسي وفريد شوقي، وعلى المسرح كانت فاكهة المسرحيات مع فؤاد المهندس. انا عايزه ارجع اتفرج على المسرحيات القديمه. مهما تتفرجي على المسرحيه عمرك ما هتزهقي من ادائها ولا استعراضاتها. وكانوا بيسموها عروس البحور لان هي كانت فعلا عامله زي عروسه البحر في استعراضاتها وفي لبسها وفي طريقه كلامها ودلعها كمان، كانت بتدلع بطريقه لحد دلوقتي ما فيش ممثله قدرت ان هي تبقى شبه شريهان في الدلع والشياكه والاستعراضات والغنى حتى اللي كانت بتقدمها وكل حاجه. بالظبط عروسه البحور في الف ليله وليله بالظبط طبعا مع فهمي عبد الحميد والفوازير طبعا اللي احنا حبيناها جدا من شريهان وكلنا تعلقنا جدا بيها ومجموعه كمان الاستعراضات المتميزه جدا اللي كانت بتقدمها لنا، وطبعا يعني كل حاجه بقى يعني المزيكا والاغاني اللي كانت موجوده وقتها برضو في الفوازير والاستعراضات اللي كانت برضو بتقدمها لنا، يعني كان في شيء مختلف رغم ان كان برضو يعتبر العصر اقل في التكنولوجيا شويه، لكن هو ده كان المصدر بتاعنا، كان هو ده ممكن بيجيب منها مثلا المعلومات المختلفه من خلال الفوازير بتاعتها بشكل استعراضي فني. وطبعا يعني شريهان هي موهبة، هي كده أيقونة لوحدها فنية بتقدم لك كل حاجة، الجد والهزار والجميل كل حاجة طبعا كانت أنيقة جدا طبعا. وكمان الفوازير، فوازير حول العالم اللي عملتها. أنا عايزة أقول لكم بس إن شريهان حب الوطن العربي كله ليها، يعني طبعا هي مصرية الأصل والناس هنا بتحبها قوي. كلهم نجوم، لسه بنتكلم دلوقتي بنقول النجم محمد هنيدي والفنان علاء مرسي، يعني كلهم مجموعة وكوكبة من النجوم ظهروا في نفس التوقيت وما شاء الله كلهم دلوقتي نجوم كبار. وطبعا شريهان هي أيقونة لوحدها كده بالاستعراضات الجميلة، بالأغاني بتاعتها، بالفوازير، كمان بأعمالها الفنية المختلفة. ويمكن كمان كلنا فاكرين سوسو سوك على بناتك على بناتك طبعا مع الفنان الكبير طبعا فؤاد المهندس. وطبعا المسرحية دي طبعا معلقة جدا يعني في دماغنا كلنا بكل طبعاً الفصول بتاعتها بمشاهدها، يعني طبعا كلهم فنانين كبار ما شاء الله. هي تالك وش ملائكي في نفس الوقت حاد فيقدر يطلع لك اي رياكشن انت عايزاه، فاكيد بيستمتع معاها اي مخرج في الشغل. كمان انا عايزه اقول لكم ان شريهان غير ان هي كانت فنانه ما شاء الله متعدده المواهب، بترقص وبتغني وبتمثل، هي قاومت كذا مرض وهي شخصيه قويه جدا وزي بطله ان هي تقاوم حادث مأساوي حصل لها، وبعدين جالها كانسر او سرطان في الغدة اللعابية، وهو ما بيجيش غير لواحد في مليون شخص، فهو مرض نادر جدا جدا، وقاومته وقالت انا هنتصر عليه. وفعلا هي اكبر مثال تخلينا كلنا نتفائل ونبص للدنيا بشكل اجمل من اللي احنا بصينا. على فكرة يعني بمناسبة الجزئية دي ان هي فعلا عندها يعني قوة وارادة. لما تعرضت لحادث السير المعروف واللي تعرضت ليه لبعض الكسور الكبيره جدا ومن ضمنها كمان في العمود الفقري، وقتها كان يعني الاطباء بيقولوا ان احنا عندنا يعني املنا الوحيد ان هي بس تقعد على كرسي متحرك بالظبط، لكن هي بارادتها وكمان بصبرها تغلبت على كل ده الحمد لله. من المنحه حولتها للمحنه، وتفاجئ بها الجمهور في مسرحية شارع محمد علي مع الفنان الكبير طبعا فريد شوقي بعد الحادث ده، وكل الناس كانت مستغربة ان شريهان رجعت مرة تانية واقفة على رجليها وبتقدم كمان يعني الاستعراضات والفن بتاعها اقوى من الاول طبعا. وكمان كان في كريستال بالظبط. يمكن هي فاجئت الناس كلها لما الدكاترة قالوا لها ان انت يعني معجزة انك تتحركي او تبدأي تقعدي على كرسي متحرك، وبعد كده فاجئت الناس بعد سنه بس تخيلوا ان هي عملت استعراضات لمسرحيه محمد علي اللي هي كانت ثلاث ارباعها استعراضات بالظبط، واقوى استعراضات حصلت في تاريخ المسرح كانت مسرحيه محمد علي. كتير شباب جدا مرفهين وعندهم كل حاجه، فده مسج حلو قوي لو بصينا لسيره الفنانه الكبيره شريهان، ان انت تقدر تعمل لاي حاجه، انت تقدر توصل لاي مكان. احنا من هنا في انبوكس انا وفاروق
ونوران عايزين نقول الفنانة الكبيرة والجميلة شريهان كل سنة وحضرتك طيبة، ويا رب تبقي منورة الساحة الفنية على طول، وإحنا مستنيينك على أحر من الجمر، وعايزين نشوفك تاني ترجعي للمسرح كده وتنوريه وتنوري قلوبنا كلنا، علشان أكيد طلتك الحلوة هتدينا طاقة حلوة جدا جدا. إحنا هابي بيرثدي شريهان. إحنا فقرتنا دي خلصت، هنروح للفقرة الجاية وهنتكلم عن الأخت الكبرى، خليكم معانا. يمكن زي ما قلنا لكم قبل الفاصل ان احنا الفقره دي هنخصصها للاحتفال باليوم العالمي للاخت الكبرى، يمكن النهارده فعلا العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للاخت الكبرى، مين فينا سواء الاخ يعني سواء انت اخ كبير او اخت كبيره يعني لاخواتك او عندك اخت كبيره، مين فينا ما حبش الحنيه والاخلاص والتضحيه اللي كلنا بنشوفها من الاخت الكبيره. انا عن نفسي مثلا الاخت الصغيره، اختي الكبيره فعلا هي والله بجد مثال، ربنا يخليها لك. هي نسلم عليها عليا كل سنه وعليها طيبه، مش هقول اسمها، نسلم عليها، هي قد ايه حنينه طيبه. ممكن يكون سلاح ذو حدين، ممكن يقولوا ان الاخت الكبيره دي خدت الدلع كله وخدت الاهتمام كله من الاب والام في البدايه، وفي ناس تانية تقول لا هي بتتعلم قد ايه تبقى ام لاخواتها الصغيرين، وقد ايه تبقى هي مضحيه، ولو كمان الام مش موجوده او متوفيه بتبقى هي اللي بتقوم بدور الام. فاحنا حابين في الفقره دي ان احنا نخصصها للاحتفال بالاخت الكبرى. بصوا يا جماعه، هو الموضوع جه منين؟ جه من كوريا واليابان. هم هناك عندهم اهتمامهم بالاخت الكبرى مهم جدا جدا، وبيوازي يعني عندهم زي كده عيد الام. هم عندهم عيد الام وعندهم كمان عيد الاخت الكبرى، لان هم شايفين ان الاخت الكبيره يعني من الاخر كده ان هي بتشيل قرب المهام بتاعت مامتها، ان هي بتحتوي البيت وبتحتوي كمان اخواتها، والامور برضو بتبقى قريبه او شبيهه شويه للام الكبيره. فممكن هنا زي ما انت قلتي يا نوران من شويه ان هي سلاح ذو حدين، ان هي يمكن تكون مرفهه واول بقى يعني حاجه أو بالنسبه الفرحة. اول فرحه ليهم، فممكن تكون متدلعه شويه، او العكس صحيح، ممكن تكون هي اللي شايله كل حمل البيت وهي اللي شايله مسؤوليات كمان اخواتها الصغيرين. لكن في الاخر خالص هم افتكروا حاجه مهمه جدا، وافتكروا اخت الكبيره، وكمان افتكروا هم كمان يجيبوا لها هدايا، فدي برضو حاجه مهمه. طب احنا لازم نجيب لها رحمه هديه ولا ايه؟ يا جماعه رحمه الاخت الكبيره. ايوه صح، انا عندي اخ واحد بس يعني مش قوي، هي الكبيره الصغنونه يعني. ايوه فعلا، بس انا شايفاها مش حلوه قوي يعني. عشان ممكن رؤى الاخ الوسطاني، نونو الاخت الصغننه اخر العنقود. انا لك اخت كبيره شايفاها مش حاجه حلوه قوي، عشان انا ما لحقتش اخد كل الدلع. انا فعلا اول ما كبرت فخدت وشلت بقى المسؤوليات، وشلت امين وامين لحد دلوقتي بتعامل معاه ان هو ابني انا ماما ازاي. هو دايما الاخت الكبيره بتبقى واخده الاداء ده انه هي الام، وده على فكره مش الاداء، هو خد الحب اللي في قلبي كله. ده احساس مش شعوري، انت مش هتحسي بيه، لان انت غصب عنك هتلاقي تتعاملي مع اخوكي الصغير كلت شربت، لا ما تنزلش وانت لابس خفيف، ذاكر، صح، انجح، انا عايزاك تبقى احسن واحد في الدنيا، انت مش عارفه ايه، طب اعمل لك حاجه، طب انت كويس، لو اتاخر تطمني عليه. احساسك انت لا شعوريا هتلاقي ان انت بتاخدي وبتتقمصي دور الام. ده حقيقي، حتى لو يعني الام بتبقى موجوده، بس هو ده احساس طبيعي للاخت الكبيره. انتوا عارفين انا هقول لكم على حاجه هتضحكوا جدا. ماما ساعات بتكلمني في التليفون وانا هنا في مصر، بتقولي شفتي ابنك، قصدي اخوكي عمل ايه. هي بتقولها عشان هو فعلا يعني امين. لا انا مامته يعني. بصي فعلا، هي بطبع البنت يا رحمه هي في امومه من وهي البنات صغيرة. حنينين لوحدهم كده بالفطره يعني، وعندهم فعلا غريزه الامومه دي موجوده داخليا جواهم، وكمان لحد ما يخلفوا. فحتى برضو بعد ما يخلفوا اخواتهم اللي هم الصغيرين في السن او اصغر منهم يعني، برضو بيبادلوهم نفس شعور ولادهم، نفس الكلام. وهي بطبعها هتلاقيها يعني فيها حنيه داخليه من ناحيه اخوها الصغير او كمان اختها الصغيره. وحتى كمان على فكره لو في اخ او اخت اكبر من بنت برضو فهي صغيره، الاخت برضو تلاقي برضو هي عندها نفس المشاعر والاحاسيس والاحتواء ده يعني هي فطره فيها. لكن برضو هم شايفين ان هي لازم يكون ليها تقدير عندهم، والتقدير ده جه من خلال يوم محدد عندهم، واليوم ده بقى عيد عندهم، عيد الاخت الكبرى. احنا برضو لازم نعمل عيد ده، اشمعنى هم يعملوا عيد واحنا لا؟ نعمل عيد، ما نعملش عيد، نعمل عيد يا رحمه. ان الاخت الكبيره ليها ميزه، اي كلمه بتقولها الام والاب بيسمعوا كلامها. صح،
بيثقوا في رايها وبيثقوا في كلامها جدا عن صح. مثلا ما تلاقي الاخت الوسطانيه او الصغيره دايما تيجي انا مثلا بيجي يقول حاجه اخر العنقود يعني متدلع قوي متدلع صح. بس لما تيجي تقولي حاجه ممكن انا اهلي يكونوا بيقدروا كلامي جدا بس احس ان اختي الكبيره برضو هي كلامها موزون ليه تقل كده في حكمه في الموضوع طب نستنى ناخد رايها ايوه صح فالموضوع بيبقى ده ميزه في الاخت الكبيره ميزه هقولك بقى العيب ان هي بيتجرب فيها كل حاجه يعني اول بيبي فهما بيجربوا بقى وهي طفله برضو بيتجرب فيها كل حاجه فبياخدوا اكسبيرينس من التجربه الاولانيه هناخد ريما معانا على التليفون يا ريما هاي ازيك؟ ام فاين عاملين ايه؟ الحمد لله انت الاخت الكبيره؟ لا انا الصغيره الصغيره طيب طيب احكي لي ايه رايك في عيد نعمل عيد للاخت الكبيره واحكي لي على علاقتك باختك الكبيره عامله ازاي؟ بصي هو فكره العيد حلوه اوكي اختي الكبيره صراحه احيانا بتبقى لطيفه بصي ساعات بتعتمد على حاجات كتير قوي اللي بتجميها لي بس لا صراحه انا بعتمد على حاجات اكتر يعني بهدلها بقى مشاوير شوبينج مش عارف طب وهي بتستحمل كده يعني يا ريما؟ ايه؟ هي بتستحمل كده ان انتوا بتعتمدوا عليها في حاجات كل حاجه؟ لا عادي ما يعني ما بتقولش مثلا ساعات بتيجي تقفل بقى وتقول لا انا انتوا كل حاجه عليا بس لا عادي خلاص بترجع تاني طول الوقت صدرها راحت لاي حد من اخواتها لا وزي احنا بس احنا بنتين يعني فاللي هو ايه طب انا عايزه انزل نجيب حاجات ايه تيجي طب انا عايزه اعمل حتى لو بنزل لوحدي لازم يعني اصور الحاجه وابعتها لها اخد رايها فيها وكده يعني بتكوني قريبه اكتر من بابا وماما ليها يعني شويه يعني انت اصرارك معاها هي كمان نفس الكلام برضو اصرارها معاكي اوكي يعني مش قوي بس شوية. يعني اصرارها هي مش قوي عشان هي ما بتحبش تحملكوا انتوا همها ممكن برضو فهي بتاخد يعني انا عادي في حاجات مشتركه بحكي فيها في حاجات لا يعني. طب انت ايه اكتر حاجه بتضايقك من اختك الكبيره بصراحه يعني الاوضه اللي بتتقلب وهي نازله لا يعني غير الاوضه يعني مثلا ممكن تقول لك لا ما تعمليش كذا مثلا تغلطك تحسسك ان انت مش فاهمه قوي ما عندكيش خبره لا لا قبل ما بعمل حاجه بنبقى بنتكلم فيها بنعرف احنا هنعمل ايه يعني وتمام يعني ميرسي يا ريما نورتينا ميرسي بفكر اكلم امين اخويا اقول له قول لي كل سنه وانت طيبه انا هوا في اخت في عيد للاخت الكبرى يلا بص بقى هنا في اجابات برضو طلعت تاني يعني كان في دراسه بريطانيه قالت ان الاخت الكبرى ليها برضو شويه مزايا كده ليه بقى؟ لان هي بتاخد كل الاحتواء في الاول فده بيحقق لها يعني نجاح بعد كده في المستقبل وبتحقق ذاتها بشكل كبير جدا وزي نماذج كتيره جدا موجوده برضو في المجتمع زي مثلا اوبرا وينفري مثلا من اكبر النماذج اللي موجوده في العالم انجيلا ميركل المستشاره الالمانيه كلينتون برضو ايوه في بيونسي وليدي جاجا وفي رحمه بحري اوبرا وينفري طب يا جماعه بنهزر على ما يهزروا احنا معانا امينه على التليفون امينه ازيك؟ ازيكم عاملين ايه يا جماعه؟ الحمد لله ازيك يا امينه؟ لله. انا كنت اخت كبيره او انا لسه ستيل اخت كبيره احساسك ايه بقى وانت اخت كبيره؟ كل سنه وانت بمليون خير وصحه كده بصي يا جماعه دي فرصه كويسه ان انا اعتذر لاخويا الصغير على كل الحاجات الكبيره اللي كنت بعملها فيه دعوه ان انا اخت كبيره شريره ايوه انا عارفه الاخت الكبيره دي تبقى شريره احيانا انا اقول لكم انا اخويا الفرق بيني وبينه 5 سنين فهو لما جه كنت انا يعني اوريدي كبيره بقى وفاهمه ومتدلعه طبعا جدا ومفيش حد موجود غيري فكنت واخده كل الدلع فهو لما جه كنت انا متغاظه منه قوي فيعني انا لغايه دلوقتي برغم ان انا كبيره فاكره قوي قد ايه ده انا كنت بضربه من غير ما ماما تاخد بالها ايوه ويعني كنت بقعد بقى طول النهار بشتكي منه وكل ما مين الكائن الصغير ده اللي جه علينا فجأة؟ بالظبط مين ده اللي جاي بقى وانتوا كمان بتحبوه بتدلعوه طبعا المفروض يبقى انا بس يعني ايوه فكنت بقعد اضربه وكنت كل ما ماما تقعد تقول لي يا حبيبتي لا ده هو صغير وبكره يكبر كل يوم بقى يعني كل اللي هو تاني يوم اقول لها خلاص هو بكره جه هو كده انا عارفه الاحساس ده عليك طب ثانية في حد تاني بياخد منك الاهتمام امينة مش كنت بتقولي لاخوكي اصلا انت مش اخونا احنا لقيناك على باب الجامع بصي لا والله الهزار ده اتقال الهزار ده بيوجع ايه
الكلام ده كان بيتقال لي انا واخويا بتاع باب الجامع ده، كنت انا واخويا بنسمعه، فما اقدرش اقول ان هي جت لاخويا بس. بس كنت بقعد اهدده بقى بحاجات بابا وماما هيعملوها فيه، وهم ما قالوش كده خالص يا حرام يعني. اعتذري له فعلا، دي فرصه حلوه ان انت تقولي له انا اسفه يا امينه بصراحه. انا اسفه، انا بعتذرلك اهو، بعتذرلك اهو في مكالمه الناس كلها سامعاها، بقول لك انا اسفه انا كنت كبيره كده وانا صغيره. خليه يجيب لك هديه بقى امينه. لا هي اللي المفروض تجيب له هديه على اللي عملته فيه. لا اكيد لا في جانب حلو برضه ما قالت لناش عليه. انا كبرت وعقلت، فلسه كنت انا هديه، وبقول له لو سمحت اعتذرت هات الهديه بقى. كل سنه وانت طيبه يا امينه. وانتوا طيبين. ميرسي نورتينا. انا امينه فكرتني لما امين اتولد، طبعا انا كنت صغيره، انا اكبر من امين بسنه ونص بس. فماما بتحكي لي كنت ببص عليه اول ما رجعوا بقى من الكلينيك والمستشفى وكده، فكنت بروح ابص عليه كده شويه، فقعدوا يراقبوني، ممكن تضربوا ممكن تعملوا حاجه، برده كنت صغيره يعني. فلاحظوا ان انا بروح ببص عليه ببوسه وبهرب اجري. يعني انا بحبه في حنيه لوحدها، بحبه بس انا مش متقبلك قوي. بس على فكره ده بس انا ما عملتش حاجات وحشه في امين يعني. انا ما كنتيش مثلا بتضربيه ساعات لانه الاطفال؟ لا طبعا كان بيتضرب ضرب. يا ساتر يا رب. يا بصوا يا جماعه، هي بصوا هي حاجه بتحصل. يعني يمكن حاجه نفسيه اتقلت قبل كده في القصه دي. دي غيره طبيعيه. طبيعيه دايما اول طفل بيجي بيبقى هو اللي بياخد كل الاهتمام وكل الرعايه. فلما بيجي اخ تاني ليه او اخت تانيه ليه، يعني دايما بيحس برضو يعني الاهتمام اتجزا بقى على اتنين، فغصب عنه بيحصل شويه غيره. فهنا ازاي بقى نقلب الموضوع ده، ان انت بقى ايه تحوله ان هو يبقى في رعايه من ناحيته، ان انت تحافظ عليه، ان انت تحس ان هو في حاجه برضو مسؤول منها. فهنا الموضوع بيتقلب داخليا لما بيكبر بقى بالشعور اللي هو اللي انت قلت عليه من شويه، ان الفطره ده ممكن زي ابنه او زي. طب ممكن اقول حاجه بجد؟ والله احلى حاجه في الحياه الاخوات، ويعني مهما بعدتكم الايام خليكوا مع بعض، عشان ده السند الوحيد في الحياه بعد طبعا ماما وبابا او امهاتكم وابائكم. فخليكوا مع بعض مهما حصل في الحياه، ومهما حصلت مشاكل خليكوا مع بعض، خصوصا اللي بيبقوا اتنين او تلاته بتبقوا مش كتير. فحبوا بعض وخليكوا مع بعض، وما تخليش الايام تبعدكم عن بعض. بس انا هقول ده بس. ده كلام حلو جدا وزي الفل. طيب بصوا يا جماعه، دايما احنا هنا في البرنامج مركزين جدا جدا على الصحة النفسية بالنسبة للشباب والمراهقين وكمان الكبار. يعني احنا هنا بنحاول قدر الامكان ان احنا يعني نتجنب اي مشاكل واي عواقب ممكن نتعرض ليها صحية لا قدر الله. فاحنا ازاي ممكن في طرق سليمة ومظبوطة نتجه فيها؟ علشان كده كمان شوية يكون معانا الدكتور وفاء شلبي، وهي استشاري الطب النفسي. هتكلمنا بقى ازاي ممكن نحافظ على الصحة النفسية بالنسبة لنا وبشكل علمي بعد الفاصل. خليكم معنا. طبعا تبعا لتقارير الأمم المتحدة للصحة النفسية، شايفة انه تقريبا نصف المشاكل اللي موجودة أو المشاكل النفسية بتيجي في سن 14 سنة، والمشاكل دي من الصعب إن هي تتعالج وبتسيب أثر كبير قوي في الشخصية. عشان كده منظمة الأمم المتحدة قالت إنه من السهل ومن المهم جدا إن احنا نلحق الناس دي، ولكن في وقت مبكر، وخصوصا المراهقين والشباب. عشان كده احنا هنتكلم النهاردة مع ضيفتنا اللي منورانا، الكاتبة والدكتورة وفاء شلبي الأخصائية النفسية وصاحبة كتاب شيزلونج. منورانا يا دكتور. طب يا دكتور، ايه السن المناسب اللي شايفاه حضرتك انه لازم الاهل ياخدوا بالهم من ابنهم، خلينا نقول اكتر بحرص اكتر؟ الطفوله والمراهقه. السن ده طبعا حرج جدا، والمراهقه بالذات، لان الطفوله انت ممكن تسيطري على الطفل لانه على طول بيبقى معاكي، على طول بتبقي عارفه هو رايح فين جاي منين. لكن المراهق بيبتدي يخرج للعالم، بيبتدي يعرف صحاب، بيبتدي يكون صحاب بنفسه، بيبتدي يدخل على السايتس بنفسه، بيبتدي يبقى فيه اكشنز في حياته جديده. فطبعا المراهقه اخطر، لكن الطفوله والمراهقه لازم اخد بالي جدا جدا من طريقتي في التربيه. انا بقول ايه، ما بقولش ايه، الحاجات اللي بحشي بيها دماغه وانا مش حاسه، الحاجات اللي بتفلت مني وبقولها على سبيل الهزار وهي ممكن تبقى تنمر تحت بند التنمر، او انا بتريق عليه او بقلل ثقته في نفسه. فلازم يبقى واخده بالي جدا، لانه الحاجات اللي بتترسخ في السن ده صعب جدا ان هي بتضيع بصعوبه جدا. يعني هو بيجي على سن ال 30 في العياده يبقى
صعب شويه، صعب جدا ان هو ده حاجات نقدر نعمل لها سكيب بسهوله. ما بتبقاش سهله ابدا. طيب ده دكتور بقى يعني يخلينا ياخدني معاكي لحته تانية، ايه اكتر سن ممكن يكون عرضه لاصابه نفسيه؟ يعني في سن محدد هنا؟ يعني انا بشوف المراهقه دايما بتبقى سن خطر شويه، لانه طبعا بيبقى احداثها كتير وبيبقى في مشاكلها كتير جدا، وبيبقى المراهق كمان صعب السيطره على انفعالاته، ما بيبقاش معمول كنترول عليه كويس، هو بيبقى طبعا في ازمه في الهرمونات، في حاجه بيبقى اندفاعي جدا، بيبقى عصبي جدا، صوته عالي جدا، بيبقى عنده قوه بدنيه غريبه، انا بسميها العنفوان المراهقاتي، يعني بيبقى فعلا غريب، فممكن يزق بابا، يزق مامته، ممكن يعمل اي حاجه. فلذلك طبعا السن صعب، وانا بشوف انه اي حاجه خطر ممكن تحصل في السن ده. فانا بشوف انه ممكن، هو ما فيش دراسات اثبتت قوي هو ايه السن الخطر، احنا ممكن نتعب نفسيا في اي وقت وفي اي عمر، يعني المسنين بيتعبوا نفسيا وبيجي لهم اكتئاب، لكن انا بشوف المراهقه سن حرج، وفعلا المفروض ناخد بالنا في الوقت ده. يعني طيب دكتور، عايزين نستغل وجودك معانا بقى ونتكلم عن اعراض المرض النفسي. يعني ايه العلامات اللي لما تظهر على شخص اقول ان هو بدا في انه يستقبل مرض نفسي معين او يصاب بمرض نفسي معين؟ بصي، احنا موضوع واسع جدا، يعني احنا مش هنقدر نتكلم على الامراض النفسيه بشكل عام هي اعراضها ايه، لانه طبعا كتير جدا يعني. لكن احنا ممكن نقول انه البدايات المشتركه ما بين الامراض النفسيه انه ما بقاش زي الاول، ما بقاش يمارس الانشطه العاديه بتاعته اللي متعود يعملها، انعزل، اتغير في شكله، اتغير في 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 اسلوبه في التواصل مع الناس، حاسين انه متغير، الناس بتقدر تحس ده، واللي في البيت دايرتك القريبه كان بيقدروا يعرفوا انت امتى بداتي تبقي بتعيطي كتير، بتنعزلي، مش عايزه تقابلي حد، مش بتعملي الحاجات اللي كانت بتبسطك في الاول. فطبعا هنا بيبقى انت بتمر بازمه، لكن فكره ان احنا نتكلم دي اعراض مشتركه على الامراض النفسيه، مش طبعا عالم الامراض العقليه طبعا اكبر، اللي ممكن يبقى فيه هلاوس وضلالات وحاجات، ان هو بيقول حاجات مش مظبوطه او حاجات مش عقلانيه، ده طبعا قصه ثانيه خالص، ان هو كده لازم يروح لطبيب، طبيب على طول يتوجه للطبيب، لانه لازم ياخد دواء يتعمل كنترول على افكاره وتصرفاته في الوقت ده، لانه ممكن يبقى مؤذي، يؤذي حد او يؤذي نفسه. لكن الامراض النفسيه المشترك ما بينها انه مش يوم، يعني مش اقل من اسبوعين، انا في الحاله دي مش اقل من اسبوعين، لان ممكن اصحى مودي سيء في يوم وخلص وتعدي. لو عدى اسبوعين، عدى اسبوعين انا هنا في ازمه، ابتديت ما اروحش الشغل بدون سبب واضح، انا مش تعبان ومفيش فيا حاجه، بس والمراهق ابتدى ما يروحش المدرسه مثلا، دروسه يهرب، يبتدي يبان عليه تغيرات جسميه، انه ممكن يكون بياخد حاجه، ممكن يكون بيتعاطى حاجه. ما هو طبعا الادمان ده يعني عز السن اللي بيتوجه فيه الاصدقاء السوء يسحبوه لحاجه زي كده، فممكن يبقى في حاجه مش مظبوطه، ما بيسرحان على طول، حزين، قاعد منطوي. هو المراهقين بشكل عام بيكونوا منطويين، يعني المراهقين بيحبوا يقعدوا لوحدهم، عشان الناس بتقلق بس لما بيقول ده في العموم يا دكتور. المراهقين اغلب المراهقين دايما عندهم يعني حاله نفسيه مختلفه عن بقيه الناس، دايما بيبقوا الناس ما بتصدقش، لان ممكن يبقى ابنك الاول المراهق، فانت ما شفتيش حد قبل كده بيعمل كده، فتستغربي قوي ان هو ليه بيعمل كده، او ليه مندفع، او ليه بيعمل، يعني انا مش وانا ما كنتش كده زمان، او بابا. في اهل بيمارسوا معاهم العنف، إزاي؟ يبداوا يضربوهم مثلا، انت بتقعد لوحدك بشك فيك، بتعمل ايه؟ خطر جدا، خطر جدا في المرحله دي، لانك انت مش هتعرفي تسيطري عليه، انت هتضربيه ممكن يمد ايده عليكي، فانت كده فقدتي احترامك لنفسك، وفقدتي احترام ابنك ليكي، وفي نفس الوقت العلاقه ممكن ما ترجعش زي الاول تاني، لان في حاجه اتكسرت فيه. لكن فلازم اصاحبه عشان احتوي هذا الكم من العداء او العدوان اللي بيبقى عنده، اللي ممكن يكون راجع لحاجه بيولوجيه بالمناسبه، يعني ممكن يكون راجع للهرمونز بتاعته مش متظبطه، فلازم احتوي العدوان ده، ابقى اذكى منه، انا ممكن احتوي ده واهديه خالص، وانا هاديه خالص من غير ما اتطول عليه او اشتمه او امد ايدي، لانه ممكن يرد لي الشتيمه بالشتيم، وده بيحصل. طب ليه انا اوصل نفسي للمرحله دي؟ يعني لازم يبقى في احترام بين الاب والطفل او المراهق، او بين الام وبين المراهق. طب دكتور معلش، انا عايزه اسال سؤال مهم. اول ما جيت مصر اتخضيت من هزار، واحنا الفقره اللي فاتت كنا بنقول الموضوع ده، الهزار ده، ان الاخ كبير او الام بيقول له انت مش ابني، انا لقيتك قدام باب جامع. انا اتخضيت فعلا وانا كبيره، اول ما جيت مصر قلت ايه ده،
ايه ده انتوا بجد تهزروا مع الولاد كده؟ احنا كمان في تونس عندنا حاجات تانية. هل ده هل الهزار ده فعلا بيأثر على الطفل ولا بيبقى فاهم ان ده هزار؟ بصي هو طبعا ممكن لازم ابقى انا فاهمه متاكده انه مستوعب ان ده هزار، لكن ما اقدرش اقوله كده بشكل مستمر زي ما بتقولي. ما ينفعش اقوله بشكل مستمر والا هتبقى في هنا ازمه يعني. كده خرجنا بره نطاق الهزار وبقى تنمر حقيقي، عشان ما في ناس بتصدق ان يعني ايه اهلي يتنمروا على اولادهم. لا، بيتنمروا على فكره على اولادهم وبيتكلموا على لون بشرتهم برده زي الناس اللي بره في الشارع، وعلى جسمهم ووزنهم وعلى كل حاجه ومقارنات. بس فتحها الموضوع ده عشان المقارنات دي سخيفه جدا. شفت بنت خالتك الجيران، بنت الجيران مش عارف ايه، انت يعني حاجه سيئه. حتى لما بيكبروا كمان لما تيجي تتجوز المقارنه الام مع بنتها مثلا، بنت عمك عامله ايه، جايبه شبكه بكام، ولا بنت خالها. المقارنه دي في اي سن سخيفه جدا. صح دي حقيقه. طيب يعني دكتور، هل جلسات قاسي على الاهل شويه؟ لانه يعني ايه، لا بالعكس احنا مش قاسيين يعني يا دكتور، احنا بنوعيهم بالظبط. يعني انا بس دايما بوجه كلمه للمراهقين او اللي بيتفرجوا علينا او على حتى للمرضى بتوعي، اقول لهم اهالينا ما كانش قصدهم يمرضونا. صح، يعني مش قصدهم يضرونا، هم بيعملوا ده بعفويه. المقارنه هم فاكرينها نوع من انواع التحفيز. انا بحفزك عشان تكون احسن، عشان تبقى زي ده ناجح. مش قصدي ان انا بكرهك وبحبه، او مش قصدي انه احسن منك، بس انا عايزاك تبقى ناجح، فبحفزك وفاكره ان الاستفزاز ده هيجيب نتيجه كويسه. لكن هو للاسف بيجيب نتيجه عكسيه، لان انا بكره اللي بتقارن بيه، وبكره ماما وبكره بابا انهم بيقارنوني، وبكره الحاجه نفسها، وبعند وما بعملش الحاجه اللي هم عاوزينها. ما انا كده كده وحش، فخلاص يبقى. طيب يعني يمكن في حاجات منتشره جدا على السوشيال ميديا الايام دي، اللي هي فكره انه الدعم، اتكلم، كلمنا مستشارك النفسي، الحاجات اللي هي بتبقى مجرد اعلانات واحنا مش عارفين مين اللي ورا الاعلانات دي. هل وطبعا في ناس بتبقى محتاجه تفضفض، محتاجه تتكلم مع اي حد بتشوف ان هو ممكن يكون تقنى جاليهم، هل الحاجات دي بتبقى صحية؟ هل كويسة مفيدة للشخص المريض نفسي أو اللي محتاج يتكلم، ولا دي حاجات كلها ممكن تأثر بشكل سلبي أو بشكل عكسي؟ بصي أنا ما بحبش نتكلم بشكل مطلق، يعني أنا لما اتكلمت مثلا على السوشيال ميديا بشكل مطلق كان قصدي أن الناس ما توجهوش للحاجات الدينية، لأي طقوس دينية أيا كانت، صلاة، صوم، أروح الكنيسة، أي حاجة في الدنيا. لكن لما أنا لو هنتكلم على الدعم بشكل عام، الدعم له آليات، آليات تتقدم بيه. ما ينفعش اقدمه بشكل عشوائي وافتكر ان انا بقول كلمه انها هتاثر فيه بشكل كويس، وهي كلمه تودي في داهيه، ممكن تدمر له حياته خالص. ان انا اقول هو فعلا على لطه على الكلمه دي. فلازم الدعم يتقدم بشكل علمي او مش علمي، يتقدم بشكل يعني. دايما اقول احنا لان عندنا مشكله في اللي بيقدموا الدعم، ايه اللي المفروض ما تقولوش، مش ايه اللي المفروض تقوله. يعني اللي ما تقولوش اكتر بكتير من اللي تقوله. طب زي انت لو قعدت جنبه ساكت خالص وما بتتكلمش، دعمك هيوصل له، بس بلاش الكلام الكتير اللي بيعمل ازمه. فعلا بالظبط كده. يعني انا لو قعدت ساكت، لا الجزئيه دي مهمه جدا. الموضوع دايما لو حد مليان او عايز يفضفض بيروح يا اما لاصحابه يا اما لاي حد حتى لو غريب عشان خاطر يطلع اللي جواه، وممكن ما يكونش متخصص. طيب انا هنا ما عنديش الوعي الكامل او الكافي ان انا ممكن افيده، فبقول له ايه، معلش، شد، خليك، كله هيعدي. الكلام المعتاد الكلام المعتاد بتاعنا اللي هو بيتقال دايما، في دايما كده مصطلحات دايما بنقولها بالزبط. شد حيلك، معلش، ازمه وتعدي، كلنا لها، ان الله مع الصابرين. دايما في حاجات احنا بنقولها كده معتاده. هل ده ممكن يكون يعني يعود عليه بشكل سلبي ويكون كمان نفسيته مش هترتاح بقى، يعني يبقى فيها مشاكل اكتر؟ لانه الكلام ده انت بتقول جملتين ثلاثه، فيه حاجات اكتر من كده بكتير. يعني مثلا لو حد قال انا عنده اكتئاب، فانت على طول الكونسبت بتاع الاكتئاب ان حياتك فيها ازمه. طب ما انت حياتك مثاليه وجميله وما فيهاش حاجه، ليه مكتئب بقى؟ دي جمله مستفزه. أيوة جدا. ايوه والله صح، جمله مستفزه جدا. لان ممكن يبقى الاكتئاب له علاقه بالكيمستري بتاعه المخ. ممكن الاكتئاب يكون هو لوحده اللي يقدر يحكم حياته كويسه ولا مش كويسه. مش انت شايف من بره، لكن مهما كنت قريب منه ممكن يبقى في حاجات هي جوه بس هي مضايقاه هو، لكن انت ما تعرفش عنها حاجه. صح. فالفكره ان اول حاجه نطلق احكام، ما انت حاجه كويسه، لا انت بتتدلع، انت اللي عملت في نفسك كده. دي كوارث، كوارث، جمل كارثيه، لان انت بتحسسه بالذنب. مريض الاكتئاب بيبقى عنده من ضمن اعراضه شعور بالذنب،
فانت كده بتزودي احساس الذنب اللي عنده. لو قلت له انت بعيد عن ربنا انت كده برضو بتقول له ان الازمه اللي انت فيها بتزود. سببها ان انت بعيد عن ربنا، يبقى انت بتزود الاكتئاب وانت مش حاسس، فاكر انك كده بتساعده. فلذلك انا بقول تحرق دقه في كلامكم. طيب نتعامل ازاي مع اصحابنا اللي بيبقوا بعد شر طبعا عننا كلنا؟ اكتئاب مش مرض سهل. اول ما نحس ان هم بداوا يدخلوا في اكتئاب نتعامل معاهم ازاي؟ نقول لهم ايه؟ انا حاسه انك متضايقه ومش بتتصرفي زي العادي وعايزك تروحي متخصص. هيوافق؟ الناس دايما بتشوف انه يعني هو ده اللي المفروض يعني. هتقوم عامله لي بلوك؟ عامله لي بلوك؟ لا خالص، انت ممكن تستقبلها. انتوا مش الصداقه بينكم تسمح بكده؟ تسمح. بس المريض النفسي ما بيتقبلش ان هو مش هيوافق بسهوله. يعني بال صاحبتها شايفاها مريضه نفسيا مثلا، عشان كده بنقول هو انا لو قلت لك روحي لدكتور سنان هتزعلي؟ او لو قلت لك روحي لدكتور؟ ثقافتنا في المجتمع لسه هو انا مجنون؟ احنا انا بقول لك الحقيقه، يبقى الثقافه يعني اللي تتظبط مش هو انا تعبان انا عندي مشكله فانت تقولي كده فانا هقول لك هو انت شايفيني مجنون؟ ما هو عشان اروح لكذا فازاي اجيبها للي قدامي؟ اقول لها مثلا انا حاسه بيكي، طيب نعمل ايه علشان نتبسط؟ انا ما اعرفش انت بتواجهي دلوقتي، انا محتاجه انا ممكن اسمعك. انت حابه تتكلمي ولا انت حابه تروحي لحد تاني ممكن يسمعك هو بشكل متخصص يساعدك اكتر؟ وابتدي اغرس في دماغها انه فكره زياره السيرابيست ما هي شعار وما هياش وصمه، وانه وان كل الناس عندها دلوقتي ونروح حتى لو ما عندناش اي حاجه حلوه. ان انت تروح كل فتره، بصي يعني خديها من ناحيه اعملي تشيك على نفسك، مش انت ساعات بتروحي تعملي تحاليل واشعه وحاجات عشان تطمني؟ خلاص روحي، اذا ما ارتحتيش ما تروحلوش تاني. خلي الموضوع فيه، اصل في ناس بتجبرك. انا بقول الكلمه وبسكت وبدي اللي عندي، لكن مش ممكن الاجبار في انك روحي والزن ولازم تروحي واحجز لك بالعافيه عشان تروحي. يعني انا شفت شخص صديق عيله حاجز ليهم عشان يروحوا للسيرابيست. حاجز للام والاب، لان هو مش هو اللي صديق العيله هو اللي مش عاجبه حياتهم، في حين ان المشكله كانت في الصديق مش فيه. هو اللي محتاج يروح للدكتور. ايوه فعلا، لان انا سالت عليه وانت داخل الزياده. انا بسال مين اللي حاجز وبسال بهتم بالتفاصيل، لان كل حاجه ليها معنى في السيرابي. فمين اللي حاجز الشخص ده؟ ايوه مين ده في العيله؟ ده صديق العيله، بيجي يقعد معانا وبيتكلم معاهم ومتداخل معاهم يعني. طب هو حياته نفسها فيها ازمه، انا لما سالت عليه عرفت ان يعني حياته فيها ازمات ومشاكل. يعني من باب اولى انت اللي تروح للثيرابي او انت اللي العيب عنده. دي حقيقه، بيسقط عليهم مشكلته الشخصيه. فهو فاكر انه هو اللي هيصلح. عشان كده بقول لك يا دكتور ان في ناس بتبقى خصوصا اللي عندها اضطرابات او امراض نفسيه بتبقى مش مقتنعه ان هي عندها ده، او بتبقى مش فاهمه في الاول، ما بتقتنعش بسهوله يعني. عشان كده بقول لك احنا نحاول نقول له ايه، علشان كل يوم نقول له كلمه مثلا، ايه رايك نروح؟ فده في دكتور حلو قوي سمعت له فيديو على اليوتيوب مثلا. انا بدي افكار والله بالزبط للناس بالزبط يعني بنفس الطريقه، بس ما اقولش حاجه جمله ممكن تبقى فيها مشكله ممكن تضايقه. ما اطلقش احكام، ما اقولش اي حاجه قاسيه ممكن يبقى لها افكت سيء. وانصح من غير اجبار، يعني ممكن تروح ما فيهاش حاجه، احنا كلنا بنروح ودي حاجه. وخدي بالك ان في ناس غيرت تفكيرها تجاه العلاج النفسي كتير قوي، ما بقناش زي زمان. ناس كتير بقت تقول وتصرح على السوشيال ميديا ان انا بتعالج، يعني ما بقاش زي زمان الموضوع بقى كان وصمه يعني. دكتور عايزين نتكلم بقى عن فكره المرض العضوي، يعني هل انه المرض العضوي ممكن يسبب اكتئاب، ولا الاكتئاب هو اللي ممكن يعمل مرض عضوي؟ بمعنى يعني مثلا مريض الاكتئاب دكتور اللي هو دايما اخصائي النفسي يقول لك ايه، معلش ما هو اصلا ما ينفعش تقول انا مكتئب فتبقى مكتئب. الاكتئاب ده كلمه كبيره وده مرض فعلا بيحتاج لدواء وعلاج لفتره كبيره جدا. فممكن الشخص اعراض الاكتئاب تظهر على البني ادم انه ظهره توجع يوجعه، رجله ما يبقاش قادر يقوم، صداع. على طول عنده صداع، ما بيركزش في شغله، ما بيعرفش يتكلم كويس، لدرجة انه الاكتئاب بيؤدي لمرض عضوي بيظهر على جسم الانسان. فلو حضرتك توضح لنا الفرق ما بينهم ايه؟ بصي هي سيركل، الكيمستري بتاعة المخ ممكن يبقى فيها مشكلة او في خلل في مراكز المخ فيسبب اكتئاب. الاكتئاب نفسه ممكن يلف ويدور تاني ويجي على الشخص
بانه يجيله مرض عضوي. يعني بصي بنقولها ازاي، يعني بنقول ان ممكن جسمك يصرخ بدالك بالزبط. لانه الاكتئاب اصلا سببه كتمان لمده طويله، فبقى فيه تراكمات. فبدل انت ما انت بتتكلميش، طب جسمك هو اللي يصرخ بقى، فيبتدي معدتك تبقى فيها مشكله. صح. القولون في عدد من الامراض السايكوسوماتيه اسمها كده، اللي هي النفسي جسميه، يعني منشاها بيبقى نفسي لا يمكن تتخيليه. يعني انا بقول انا حاسه ان في المستقبل التخصصات الطب كلها تندثر، مش هيبقى في غير الطب النفسي، لان كميه امراض جلديه وامراض بطنه وامراض كتير سببها نفسي، وبتفضلي تاخدي ادويه وما بتتظبطش لان المشكله النفسيه لسه موجوده والناس مش قادره تفهمها. لا ده في كمان حالات وفاه بتحصل من نفسيه، يعني لو احنا بنتكلم ان كان في واحد اوهم نفسه ان هو مثلا، قصه معروفه جدا، كان زمان في حد كان عندهم ثلاجات وفاكهه وخضار يعني، فاتحبس جوه الثلاجه دي، والثلاجه كانت يعني مش بالبروده الكامله اللي هي ممكن تموت حد، فهو اوهم نفسه ان محدش سمعه او محدش هيعرف يطلعه يعني، فالجسم ابتدى يشعر ان هو بيحصل له هبوط مره واحده وهو ما فيهوش حاجه، ولما دخلوا لقوا ان اصلا البروده عاديه جدا زي التكييف ما فيهاش مشاكل خالص. بص انا هدلل على كلامك ده، هدلل عليه بحاجه ثانيه. دلوقتي كان في ناس ما بتبقاش عارفه ان عندها فيروس سي، او ما بتبقاش عارفه ان عندها كانسر، وانس انهم عرفوا بتطلع كل الاعراض. ليه؟ صح. ليه؟ لانه ابتدى الفكر اللي في دماغي، بقى الفكره بقى انا هتعب، ده انا هموت، ده انا مش هعرف، مش هتعالج كويس، فيبتدي ياثر على مشاعره، يأثر على جسمه. لكن طول ما هو مش عارف، هو عايش حياته بشكل طبيعي بين الناس. اذا الموضوع بيشتغل. نفسي ولا مش نفسي؟ الوهم نفسي جدا. الوهم نفسي. الوهم نفسي، حاجه نفسيه. فاه انا يعني سالت في مره، بيقولوا لي هو الحزن ممكن يعمل كذا كذا، حد كان بيعاني من مشكله عضويه وبيسالني، قلت له الحزن يعمل اي حاجه في الدماغ، يعمل اي حاجه، بيضعف المناعه، يعمل حاجات بالظبط، بيعمل حاجات انت لا يمكن تتخيليها، وتكتشفي كل يوم بالقرايه انه الحاجات دي سايكوسوماتيك، دي اصلا سببها نفسي. انا اكتشفت يا دكتور ان حتى التهاب عضلات الرقبه والظهر سببها نفسي. العظم طبعا، وجع العظم يعني، انا فقرات فقرات التهاب المفاصل، كل الحاجات دي برضو بتبقى سببها نفسي يعني. وهو الدكتور بيقول بيديكي مسكن وبيديكي حاجات مسكنات، وبتفضل المشكله موجوده يعني. طيب دكتور، هنا بقى الاهل امتى يعرفوا ان هنا في خطوره على ابنهم؟ يعني هو مثلا بيقعد لوحده شويه لفترات طويله، او بيعمل حاجات يعني مش معتاده، امتى لو زادت عن حدها اعرف ان هنا في خطوره، في مشكله، لازم يعني لازم هنا في مختص او متخصص يعني؟ في دايما كده يعني نقطه فاصله، انا حاسه كده ان الموضوع زياده يعني، انت دي كل واحد غير التاني. لان انت اللي عارف ابنك او بنتك ايه انشطتهم، او ايه اللي بيعملوه خلال اليوم، وايه اللي طبيعي بتاعهم وايه اللي مش طبيعي. لكن زي ما قلت، الكبار مش اقل من اسبوعين انا ما بروحش الشغل، نايم في البيت مش قادر حتى اقوم، منعزل تماما، عندي على طول افكار بخصوص الموت، انا مثلا عندي شعور بالذنب، مش مركز في اي حاجه. ده الحاجات دي كلها للكبار. الصغيرين انا اللي عارفه ابني بيعمل ايه ويومه بيبقى عامل ازاي، او بنتي. اما ابتديت احس ان في خلل في اليوم ده، ابتدى يعمل حاجات هو مش متعود يعملها، اصل لازم يبقى في ملاحظه. ما ينفعش انا ابقى مش مركزه معاه هو راح فين وجه منين وراح الدرس امتى وغاب ولا ما غابش، لازم ابقى فاهمه هو بيعمل ايه خلال اليوم. فاول ما ابتدي اعرف، وعلى فكره الاهالي بتبقى فاهمه يعني، بس يعني الاهالي الواعيه، لكن انه ابني ابتدى يبقى فيه حاجات لا مش طبيعيه، يعني بيعمل حاجات مش طبيعيه او تصرفاته مش طبيعيه. فلكن فكره ان انا اقول لك حاجه عامه، لا، هي خلل في الانشطه بتاعه الشخص او المراهق او الطفل، ابتدى يبقى اصل الاطفال بيجي لها اكتئاب برضه على فكره، وبتنعزل برضه وبيبقى لها اكتئابها الخاص بيها يعني. طيب دكتور وفاء، عايزينك كده سريعا تنصحي الاهل بايه، وتنصحي الاصحاب برضه، احنا الناس اللي في سننا لو صحابنا حد عنده حاجه او حاسين ان هو متضايق حتى لسه ما وصلش للاكتئاب، نتعامل معاه ازاي؟ الكاميرا بتاعتك اهي جنبي، ووصلي رساله كده للاهل والأصحاب. اتمنى بس الناس تتخلى عن فكره ان العلاج النفسي وصمه، وانه ده بتاع المجانين، وانه ده بتاع الناس اللي هي مش مظبوطه، او الناس هتتكلم علينا او هتقول ان احنا اتجننا. ما فيش الكلام ده خالص. العلاج النفسي زيه زي اي طرق علاجيه ثانيه. العلاج النفسي يعني بيساعد في حاجات كتير قوي، حتى لو يعني ما فاتش مش هيضر. فأنا بنصح الناس إنهم يتوجهوا للعلاج النفسي، يتوجهوا بولادهم في سن صغير، بدل ما يكبروا على يبقى فيه
عقد وحاجات ما ينفعش نحلها. فانا بشوف انه ما تتكبروش على ده، روحوا اذا كان انا بقول في معالج سيء او غير مدرب ومعالج كويس ومدرب او شاطر او جيد، لكن ما فيش حاجه اسمها علاج نفسي سيء. العلاج النفسي على طول شيء ايجابي، وانا بشوف ان احنا نهتم باولادنا. كمان لازم ناخد بالنا من الكلام اللي بنقوله لهم، لازم ناخد بالنا من الحاجات اللي احنا فاكرينها هزار لكن هي بتترسخ في دماغهم وبتكبر لحد ما يوصلوا لل 30 وال 40 مش قادرين ينسوها، وال 60 انا بشوف صح ناس صح في الستينات والسبعينات مش قادرين ينسوا حاجات في الطفوله. فاخد بالي جدا جدا في المرحله دي من كل حاجه، ومن المراهقين اللي موجودين في البيت احتوي وصاحب وما اضربش ما عاقبش عقاب قاسي لانه ده ما بيجيبش اي نتيجه. دايما اكون بستخدم اني الطرق العقاب اللي هي يعني العلميه او الطرق ان انا بسحب منه حاجه يكون بيحبها بدل ما مدي ايدي عليه. وبس في ايه تاني؟ شكرا جدا دكتور وفاء شلبي استشاري الطب النفسي، نورتينا جدا جدا، وان شاء الله ان شاء الله يبقى لينا لقاءات تانيه كتير. شكرا يا رؤى، شكرا يا نونو. احنا حلقتنا خلصت، ان شاء الله نشوفكم بكره. باي باي. مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا مشاهدي قناه صدى البلد، اهلا بكم وفقره جديده من عيش صح. النهارده هنتكلم عن السمنة عند الكبار والصغيرين. طبعا المشاكل بتختلف من الكبار والصغيرين، لكن بتفضل مشكله السمنة هي المشكله الرئيسيه اللي ناس كتير جدا جدا بيعانوا منها، ودايما بيبقى عندهم الامل ان هم يتخلصوا منها. المشكله عند الصغيرين ان السمنة دي بتعمل لهم مشاكل، بيبقوا بقى مش عارفين يروحوا المدرسه، بيبقى عندهم مشاكل في النوم، بيبقى عندهم مشاكل ان هم اصلا يتعاملوا مع اصدقائهم وفي اللعب والتنطيط والجري والحاجات دي كلها. السمنة بقى عند الكبار بتسبب الامراض، واحنا دايما بنسميها بوابه لكل مرض. اسمحوا لنا في البدايه النهارده وقبل ما نبدا فقرتنا ونتكلم على عمليات السمنة المفرطه اللي قدرت وبشكل كبير جدا جدا ان هي يعني تحجب بقى مشكله السمنه دي ونتخلص منها عمليات التكميم والتحويل، نرحب بضيف فقرتنا النهارده هو الاسم اللامع في عالم جراحات السمنه المفرطه، هو الاستاذ دكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، استاذ دكتور جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. مساء الخير يا دكتور كريم. اهلا وسهلا. دكتور كريم، طبعا مشكله السمنه عند الكبار والصغيرين دي دايما بنتكلم فيها، النهارده بقى عملنا الفقره خدناهم الاثنين مع بعض، دايما بنقسمها، دايما بنتكلم في فقره عن الصغار وفقره ثانيه عن الكبار، النهارده بقى عايزين ناخدهم الاثنين مع بعض. لو هتكلمي يا دكتور على المشاكل اللي بيعاني منها الاثنين وتقولي الكومن زي ما بنقول الامراض الكومن او المشاكل الكومن اللي بتلاقيها لما بيجي لك طفل عنده سمنه مفرطه او لما بيجي لك واحد مثلا من كبار السن عنده سمنه مفرطه، تلاقي ايه هي المشكله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين. الحقيقه طبعا ان السمنه في الاكستريم اوف ايج سواء صغيرين او سواء كبار في السن، يعني الصغيرين اللي هم اقل من 20 سنه، الكبار اللي هم فوق سن 60، الحقيقه لهم مشاكل مختلفه شويه. احنا يعني الحلول بتاعتنا بتبقى مناسبه للفئه العمريه، يعني الأطفال الصغيرين اللي هما تحت سن العشرين سنة بتلاقي في مثلا طفل عنده 10 سنين 11 سنة، وأطفال عرضناهم كتيرة جدا إن هما بتلاقي وزنه فوق 100 كيلو وهو سنه 11 سنة، عنده تقوس في العظام، عنده صعوبة في النفس أثناء النوم، ما بيقدرش ياخد نفسه فعلا بالليل، ما عنده تقطع في النفس وستراكتف سليب أبنية، طول الوقت عنده وقلت مشاكل. وقلت لي قبل كده دكتور بينام على دايما على وشه. صحيح صح؟ كان عندنا بنت بتنام على ديسك طول الليل لدرجة ان هي عملت لها يعني نوع من ديسكلوريشن والاسكان او نوع من تغير الجلد، يعني تغير لونه طبعا لون الجلد بسبب ان هي نايمه طول الوقت، هي ما بتعرفش تنام على ظهرها، نايمه على وشها على طول. أيوه. لو نامت على ظهرها بتخنق. وبالتالي الحل هو انقاص الوزن. الحل مش انقاص الوزن بس عشان يحسن الحاله الصحيه، سواء مشاكل اضطرابات النفس اثناء النوم او الاصابه بالسكر او الاصابه بمشاكل الضغط زي الكبار بالظبط، لكن كمان عشان الاندراج في المجتمع وان هو يتفادى جلد المجتمع ليه. نفسيا بيبقى الطفل فعلا متاخر دراسيا بسبب ان هو مش واخد وضعه الاجتماعي المظبوط، يعني هو دايما المجتمع بيفترض ان الطفل السمين او الطفل اللي هو المليان حاجه مش طبيعيه، يعني حاجه المفروض ان هي مش مظبوطه، وبالتالي
احنا لازم نلاقي حل للفئة العمرية الصغيرة اللي عندهم وزن زيادة. احنا جربنا نعمل دايت كتير، والاسر الحقيقة طبعا عندهم برضو بيتعبوا جدا في ان هم يخلوا اطفالهم يستمروا على يعني وجبات صغيرة او انواع اكل معينة. صح. بيبقى فيها صعوبة لان الطفل طبعا بيروح المدرسة بتاعته، بيروح الجامعة بتاعته، او بيروح النادي، يعني مش دايما تحت عينيهم، بيبقى اكتف كمان جدا، بيبقى صعب ان الواحد يعمل اصلا عليه كنترول. دي حقيقة، وبيبقى الحقيقة مش قادرين ان هم يسيطروا عليه. البالون المعدة، المعدة ما بتستحملش في الاطفال، ان المعدة بتبقى صغيرة مش كبيرة للدرجة ان هي تستوعب بالونة اللي هي العادية اللي احنا بنركبها في الكبار، وبالتالي ما بيستحملوهاش فما بنركبهاش. فالتول عينز دول سواء بالتغذية العلاجية او بالبالون احنا يعني نتيجتهم قليلة جدا، وان احنا طبعا بنستنفذ ده، وبعد كده اذا كان وزن الطفل زايد عن الوضع الطبيعي احنا بنعمل له عملية تكميم المعدة. ما بنلجأش لتحويل المسار، لان احنا في الاطفال بنبقى مش عايزين يتأثر بنوع من سوء الامتصاص، نقص الفيتامينز، نقص الكالسيوم، نقص الحديد، الحاجات دي كلها بنبقى احنا عايزين نتفاداها، لانه عنده لسه نمو عظمي، نمو هرموني في الاطفال البنات يعني محتاج. فاحنا بنعمل عملية تكميم المعدة. تكميم المعدة بالنسبة للأطفال آمنة تماما، لا تؤثر على الامتصاص، عملية في منتهى السهولة، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة جدا، إقامة أقل من 12 ساعة في المستشفى، أبطو أنه في أطفال خرجوا بعد 7 ساعات من إجراء العملية. كان في يعني خرج من المستشفى. يا دكتور قبل كده كنا بنعرضها فعلا عن أطفال محمد من الإسكندرية دلوقتي. أيوة بالظبط، خرج من ضمن الحاجات اللي احنا عرضناها للأطفال أنه خرج من المستشفى ما استحملش نقعد في المستشفى أكثر من 7 ساعات. أجرى العملية بتاعته الحمد لله في وقت قصير لا تتعدى 20 دقيقة، فتحت منظار، ما فيش دراني، ما فيش حاجة تلزمه بده، وبالتالي كان قايم بيتكلم وبيقول ان هو مش حاسس بألم وعايز يروح، وعايز عايز يروح، عايز بقى خلاص يروح يلعب بقى. دي حقيقة، الحاجات دي يعني طبعا تحفيزية للأطفال احنا بنعملها. ويمكن انا كنت في عمليات في طنطا، اللي انا لسه أسبوعية في طنطا كل أسبوع، في منها 3 أطفال من فصل دراسي واحد، يعني طفل يعمل الأسبوع اللي بعده زميله يعمل الأسبوع في المتابعة يجي يشوف زمايله اللي هم بيعملوا. 3 أطفال من فصل واحد عملوا نفس العملية عشان تجربة نجحت مع طفل. الطفل التاني بيعمل عشان زميله عمل ونزل وزنه كويس، الطفل التالت عمل ونزل وزنه كويس. فكانت يعني حاجة جميلة إن هو الطفل بيجي في المتابعة يشوف واحد تاني داخل عملية. طب أنا عندي سؤال يا دكتور، هل الأطفال دول بيبقوا حاسين وانت قاعد بتتكلم معهم؟ يعني الكبار طبعا بيبقى عندهم مشاكل بقى وأمراض، بيبقوا متضايقين مش عارفين يتعاملوا، طبعا أكيد لو هي بنوتة وسنها كبير أكيد طبعا بتقعد تتكلم على مشاكل الجواز والحاجات دي. كأطفال بقى صغيرين لما بيجوا لحضرتك بتبقى ملاحظ وانت قاعد بتتكلم معاهم ان هم نفسياً عندهم مشكلة نفسية؟ طبعا هو ما عندوش مشكلة، تخنهم مضايقهم. طبعا هو عنده كل مشاكله ليست مرضية، يمكن بابا أو مامته شايفين ان هو عايزين يحافظوا عليه انه ما يجيلوش سكر، عايزين يحافظوا عليه انه ما يجيلوش ضغط، عايزين يحافظوا عليه انه ما يجيلوش دهون في الكبد، هو يعني او تقوس في العظام، لكن الطفل ملوش دعوه بالحاجات دي خالص. يعني هو ما بيركزش في المشاكل المرضيه، ولكن بيركز في المشاكل الاجتماعيه او النفسيه بصوره كبيره. بيركز في انه عايز يلبس كويس، عايز يمارس رياضه زي زمايله، عايز يجري، عايز يخرج، عايز يتصور، عايز يروح حفله، عايز يروح يعني قصدي عايز يتحرك حركه عاديه في المجتمع كما يليق بسنه. يعني هو ملوش دعوه بالحاجه المرضيه خالص. مشاكل الطفل حاجه ومشاكل الاسره من الناحيه المرضيه حاجه ثانيه، ولكن احنا لازم نقدم لهم الخدمه اللي هي المناسبه ليهم. تكميم المعده لا تؤثر على الامتصاص، تكميم المعده عمليه امنه سريعه، اقامه في المستشفى، ما تديش طفلك اجازه اصلا من مدرسته. بيعمل لو عمل عمليه يوم الخميس بينزل دراسته ثاني يوم السبت او الحد اللي بعده على طول، بياخد يوم في البيت اجازه وينزل شغله عادي جدا او دراسته يعني. وبالتالي احنا لازم نقدم لهم الحل السريع الامن اللي هو يعيشهم في حياه يكونوا مبسوطين فيها. مش ده بس دايما يا دكتور، برضو بتبقى اسئله الاسر او خوف الاسر. طبعا احنا عارفين ان اكيد طالما حضرتك قررت ان انت تعمل عمليه تكميم فاكيد هتبقى في مستشفى ممتازه، واكيد الكرو بتاعك ما شاء الله هيبقى كرو كله ذو خبره، مش هنتكلم على الناحيه اللي هي بتاعت مقاييس او معايير الامان من الناحيه دي. لا انا عايزه بقى اخدها من منظور تاني، انا لو انا ام هبقى خايفه على ابني ان هو سنه صغير زي ما حضرتك بتقول اعمله عمليه تكميم او تحويل، طب ما هو كده بقى الاكل ابني مش هيستفيد مثلا بوجبه غذائيه كامله علشان نموه، فده ممكن يؤثر عليه فيما بعد.
ان هو كده مش هيبقى مستفيد بقى بكل الاكل زي ما بنقول. فانا بقى خايف عليه. ده سؤال في منتهى الاهميه. طبعا احنا بدل كل اسره احنا وظيفتنا كناس متخصصه في اجراء يعني جراحات السمنه وبالمناظير وايجاد حلول امنه للاطفال، احنا في مكان كل اسره، في مكان كل ام. طبعا الام ما بتاخدش قرار ان طفل يعمل عمليه لما يكون يعني فكرت ألف مره يعني طبعاً. واستنفذت كل الطاقه بتاعتها. احنا بنطمن كل الناس، احنا يعني طالما احنا مكانكو ان شاء الله ما تطمنوا، ما فيش مشكله خالص. احنا بنمارس طب على الدرجه الاولى، اعلى المستويات الطبيه في العالم بنمارسها. فاحنا مكان كل ام ومكان كل اب في اختيار نوع العمليه الامنه. النمره الثانيه انه التكميم لا تؤثر على الامتصاص. التكميم هي كلها تصغير حجم معده، ان احنا بناكل كميه صغيره بنشبع ما بنجوعش على فتره كبيره، وبالتالي تحويل المسار ممكن تاثر على الامتصاص شويه. احنا بنبقى قاصدين في تحويل المسار احنا ناثر على الامتصاص، بس بتبدلها في الاطفال فيتامينز بس في السن الكبير. أوكي. لكن في الاطفال احنا عاده ما بنعملش تحويل مسار، احنا بنعمل بس تكميم معده. عايزينه يشبع بسرعه، عايزينه ما يجوعش على فتره كبيره، عايزينه طول الوقت حاسس بالامتلاء، عايزينه طول الوقت حاسس ان هو شبعان، ما ياكلش اكل كتير، وبالتالي لا تؤثر على النمو الهرموني، لا تؤثر على الامتصاص، لان الاكل اللي انت بتاكله هو عادي، ده الطبيعي. لا يوجد سوء امتصاص خالص في تكميم المعده. فهي عمليه امنه جدا 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 في الاطفال، ونزولها تدريجي سليم صحي، كل يعني كل المميزات فعلا فيها، ونزول وزن اكيد مؤكد ما بعد اجراءها بالنسبه للسن الصغير اللي هو المتعب في الدايت. كل مرة كده يا دكتور وانا قاعدة مع حضرتك بجيلك بإشاعة جديدة او بجيلك بحاجة جديدة الناس بتتداولها حواليا، وبرضو بقف عندها. يعني بصوا بيسيبوا كل الاسئلة اللي احنا بنسألها والاجوبة اللي حضرتك بتقولها لي، وبيقولوا لي كده كلمة بتجنني لحد ما قابلك تاني علشان اسألك فيها. دايما الناس بتقول لي هتشيلوا حتة من معدة ابني. ايه موضوع هتشيل حته من معده ابني؟ عايزاك يا دكتور تفهمه ان الحته اللي هتتشال دي هي اصلا الحته الضاره المكتسبه. انا ده اللي انا فهمته. لا هو طبيا طبعا ده سؤال مهم جدا. هو احنا طبيا المعده احنا بنصغر حجمها اللي هو يستوعب كميه وجبه لوزن معين. يعني احنا عايزين نوصل لوزن مثلا 60 كيلو او 70 كيلو، ده الوزن الطبيعي. احنا بنبقي حجم المعده اللي يكفي الوزن ده، ما زاد عنه بنشيله. طب احنا بنشيل الجزء ده ليه؟ طبيا احنا الجزء ده بيبقى فيه هرمونات الجوع اللي هي بتفرز هرمون الجريلين بكميه كبيره. يعني اثناء الوجبه الواحده لما بنيجي ناكل هرمون الجريلين يطلع بكميه كبيره خالص، يخلي المعده تتمدد اكتر واكتر. يخلينا مش شبعانين طول الوقت. وحتى هرمون الجوع ده كمان بيسبب في بعض الناس ان يبقى في مناعه للانسولين هو بقى، ومجموعه هرمونات اخرى بتطلع بتعمل سكر، بتعمل مرض سكر ليترون. وبالتالي احنا لما بنشيل جزء من المعده احنا ده بصوره طبيه امنه تماما، ان احنا بنخلص الطفل من 80% تقريبا من هرمون الجوع، لان تبقى جزء من المعده برضو شغال وبيفرز هرمون، بس الجوع قليل ما بقاش الجوع الكبير. كمان ان احنا يعني كجزء مرضي احنا شلناه، ما تبقى هو الجزء السليم اللي كفي الجزء الطفل على المدى البعيد بصوره امنه، تكفيه صحيا بالنسبه للتغذيه السليمه، تغذيه النمو الهرموني، تكفيه النمو العظام، تكفيه اللي هو الطبيعي العادي الطبيعي. زي الزايدة الملتهبة بيتم استئصالها، المرأة الملتهبة بيتم استئصالها، اللوز الملتهبة بيتم استئصالها، ودي أعضاء طبيعية. وبالتالي برضو احنا بصورة طبية بحتة، السمنة هي عبارة عن مرض مزمن لابد من علاجه. احنا كل اللي بنعمله طبيا دلوقتي في مجال جراحة السمنة والسكر ان احنا نقدم حلول آمنة فعالة في انقاص الوزن في الفئة العمرية دي. طب هل يا دكتور عمليات التكميم والتحويل ليها عمر افتراضي؟ هي طبعا محتاجه العمر الافتراضي. ده معناه ان احنا بنعمل اجراء بنصغر حجم المعده، ونحاول ان احنا كجراحين ان احنا نعملها بطريقه محكمه بحيث ان هي ما توسعش ما بعد العمليه. واحيانا كتيره جدا بنركب حلقه حوالين المعده يعني بتمنع ان دي الجديده كتكميم معده معدل يمنع تمدد المعده على المدى البعيد. لكن مازال يعني المرضى برضو او اللي بيجري اجراء عمليه تكميم المعده لازم يكون عنده نوع من المحافظه شويه على المدى البعيد، يحافظ على نفسه، يلتزم شويه، او يتقي ربنا بقى في العمليه اللي عملها، لانه احيانا يعني ما بنلتزمش و
وبالتالي نزول الوزن ما بيبقاش احسن حاجه. هتلاقي نزل وزنه بقى 60 70 كيلو وابتدى يفتح بقى في سكريات وشوكولاتات وايس كريم افتراء على العمليه، وبالتالي وزنه بيزيد مره ثانيه. فمحتاجين شويه محافظه الى حد ما بعد اجراء عمليات السمنه بصفه عامه، سواء تكميم معده او تحويل مسار او اي نوع من اجراء من عمليات السمنه المفرطه. عملت يا دكتور ما شاء الله طبعا عدد عمليات تكميم وتحويل كبيره جدا جدا، مش هسالك بقى على الارقام ولا على اعدادهم، لكن عايز اسالك مين الاكثر، كبار السن ولا الصغيرين؟ لا، هو ثقافة الانقاص الوزن في كبار السن لو بعد سن 60 سنة أكتر من الأطفال شوية الحقيقة، لأنه بعد 60 سنة؟ بعد 60 سنة أكتر من الأطفال. أوكي. يعني متوسطين العمر ما بين 20 و 40 و 50 سنة، دول بيعملوا يعني ديلي ديلي بيزيس. لكن طبعا كبار السن لو بعد سن 50 سنة أكتر، طبعا عددهم أكتر من الأطفال اللي هم ما بين 10 و 20 سنة، ان الثقافه طبعا دايما اكتر شويه بالنسبه، وعندهم امراض مصاحبه كتيره جدا، سواء سكر، ضغط، مشاكل في القلب، في الكلى، عنده شنط ادويه كتيره بياخدها بصوره مستمره، وبالتالي بيبقى عايز يتخلص من الوزن عشان يوقف كل شنط الادويه اللي موجوده. هل يا دكتور في نصيحه معينه عايز تنصحها النهارده لكل مشاهدينا اللي بيتفرجوا عليك؟ النصيحه الاولى، الجراح المحترف في المكان الآمن زي المستشفيات الكبيرة، مستشفى وادي النيل، المستشفيات اللي احنا بنشتغل فيها كلها لإجراء العمليات، كمان المستهلكات اللي هي الأحدث في جراحات السمنة دي نتيجتها يعني أعلى بكتير جدا من ان احنا ممكن نجرب في أماكن غير آمنة مع عدم وجود الخبرة، بناخد نتائج عكسية كبيرة جدا، ودي بتعود على الناس انه بيسوقوا يعني عمليات السمنه بصفه عامه، وبالتالي بيضيعوا الفرصه على ناس جديده هتعمل العمليه. جراح محترف، مكان امن، مريض برضو محتاجين يبقى برضو على درايه بالعمليه اللي عاملها، يحافظ عليها ما بعد اجراء العمليه، دي اقصى الحاجات المطلوبه لانجاح اي عمليه جراحيه، سواء تكميم او تحويل او اي نوع من عمليات السمنه المفرطه. ما شاء الله يا دكتور، كفايه بس اسم حضرتك موجود، ده لوحده كفيل ان العمليه دي تنجح والانسان يعيش بسلام وامان. انا بشكرك جدا يا دكتور كريم على وجودك معايا النهارده وعلى وجودنا احنا داخل مستشفى وادي النيل، انا وكل فريق العمل بتاع عيش صح. الحقيقه استقبال هايل، بشكرك جدا على استضافتك لينا النهارده. شكرا جزيلا. كان معانا الاستاذ دكتور كريم صبري، استاذ دكتور جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. وكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، استنونا وفقرات مختلفه من عيش صح. مشاهدينا اهلا بحضراتكم في فقره جديده من عيش صح، لان صحه الانسان اهم حاجه احنا بنهتم بيها في برنامجنا، ودايما بنسعى معاكم للوصول لاحسن الحلول وامهر الحلول، وبتيجي دايما من امهر الدكاتره اللي دايما بينورونا. عندنا النهارده مرض هنتكلم عنه، او حاجه كبيره قوي قوي، هي مش مرض صغير، هو الموضوع خطير جدا احنا نتكلم عنه النهارده، ولان في جهل كبير قوي من عند الناس من الموضوع ده، هنتكلم اكتر شويه عن امراض الكبد، واكتر شويه عن فيروسات داخل امراض الكبد، ناس كتير قوي ما عندهاش اي خلفيه عنها. دايما احنا عارفين الفيروسات او رابطين الفيروسات بفيروس سي، او اشهر حاجه احنا عارفينها دايما هي فيروس سي، لكن فيروس بي احنا ما سمعناش عنه كتير. في ناس كتير لحد النهارده ما عندهاش اي فكره عن فيروس بي، ولا هو بنصاب بيه ازاي، ولا ازاي بنعالجه، ولا ازاي ممكن نتفادى اصابتنا بفيروس بي اصلا. وده اللي هنتكلم عنه النهارده مع علامه منورنا النهارده، دكتور من اشطر وامهر الدكاتره الموجودين في الوطن العربي كله. رحبوا معانا بدكتور هشام الخياط، استاذ الكبد والجهاز الهضمي وزميل جامعه هارفارد. دكتور اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين كلهم. منورنا يا دكتور طبعا النهارده، وشرف لينا كبير جدا جدا ان حضرتك منورنا النهارده. ميرسي يا فندم، ميرسي جدا. دكتور زي ما قلنا ان الناس فكرتها كلها عن الفيروسات هي فيروس سي. بالظبط. احنا عارفين فيروس سي، امراض فيروس سي، اعراضه، طرق علاجه، لكن فيروس بي في ناس لحد النهارده ما تعرفش يعني ايه اصلا فيروس بي، فعايزين حضرتك قبل ما نبدا في التفاصيل الحلوه رايز، نعرف يعني ايه الاول فيروس بي. هو المشكله الرئيسيه ان فعلا فيروس بي مهمل شويه للاسف، والناس كتير جدا من المرضى بيقولوا لي ليه ما بنتكلمش على فيروس بي زي فيروس سي. هي الفكره ان فيروس بي فيروس من الفيروسات الكبديه اللي بتحب الكبد. تمام. يعني في فيروسات بتحب مكان معين هي بتروح الكبد. هو الفيروس بي بينتقل
عن طريق الدم ومشتقاته وعن طريق العلاقات، حتى العلاقات العادية اللي بين الرجل والمرأة، الزوج والزوجة. تمام. مشكلته الأساسية إن هو مش زي فيروس سي، هو بيخش جوه الخلية الكبدية وبيلبد فيها، بيخش في، دايما بقول كده، بيدخل دايما جوه النواة، نواة الخلية الكبدية. طب إيه المشكلة؟ فيروس سي ما بيخش جوه النواة. تمام. بيندمج مع الشفرة الجينية، مع الشفرة الجينية، يعني بيخش جوه أوضة النوم. أنا دايما بقول كده عشان أقربها للمشاهدين، يبقى ده بيلبد بقى. فالمشكلة الرئيسية إن هو بيخش جوه الشفرة الجينية ويندمج معاه ويستغل الخلية لصالحه في التكاثر والخروج من الخلية إلى خلية تانية وإصابة خلية تانية. تمام. هي دي المشكلة الرئيسية. المشكلة التانية إن فيروس بي للأسف حتى الآن ملوش علاج قطعي وحازم، هو بيتعالج زي الضغط والسكر. الأدوية علاجات مؤقتة، ما نقدرش نقول مؤقتة، هي بتتحكم في المرض. يعني دائما زي ما بنقول اللي ما يخدش دواء الضغط ضغطه هيعلى، اللي ما ياخدش دواء السكر سكره هيعلى. هو برضو اللي ما ياخدش دواء فيروس بي ويكمل فترة طويلة لغاية ما يكون أجسام مضادة، هيبقى الفيروس في النواة وممكن يتكاثر ويعمل مشاكل جامة في الكبد. عشان كده بنقول للمريض أرجوك خد الحباية بتاعت كل يوم، طبعا الناس اللي ينطبق عليها شروط العلاج. فدي حاجة مهمة قوي. لكن الجود نيوز أو الخبر الكويس، هما في خبرين كويسين. خبر موجود اللي هو التطعيم، احنا اللي ما اتطعمش الفيروس بي أرجوه يتطعم. طبعا كل المواليد بعد 93 اتطعموا الفيروس بي. اوكي. اللي ما اتطعمش، يعني حضرتك اكيد اتطعمتي. انا مش عارفه بصراحه، ما عنديش فكره. لا لا، التطعيم كان اجباري. تمام. فالطعم اللي ما اتطعمش يتطعم. الخبر الحلو التاني ان في ادويه كوكتيل انا ببشر بيها يمكن من 2016، هي ان شاء الله هتنزل تباعا في خلال غضون السنوات القادمه. دي يعني هتنهي فيروس بي تماما إن شاء الله، زي ما قضينا على فيروس سي. جميل. طيب دكتور، التطعيم اللي حضرتك لسه قايل عنه دلوقتي، هل ليه سن معين؟ يعني حضرتك قلت اللي ما اتطعمش زمان يتطعم، هل في سن معين ما ينفعش التطعيم، يعني مش هيبقى افكتيف عنده، ولا لاي سن يقدر ياخد إطلاقا. التطعيم؟ بصي حضرتك، يطعم اطفال، يطعم كبار، شيوخ، مفيش اي مشكله في تطعيم فيروس بي. اي حد دلوقتي ما اتطعمش ومنادي يروح يطعم في المراكز رعايه الامومه والطفوله، المراكز الصحيه، المراكز المنتشره على مراكز الكبد. أوكي. المصل واللقاح كل ده متوفر فيه التطعيم، مفيش اي مشكله فيه. فالتطعيم مهم جدا عشان ده بيحمي الانسان من الاصابه بفيروس بي. تمام. طيب دكتور، هل في يعني ممكن نقول روتين معين في الحياه او خطوات معينه نعملها علشان نتجنب الاصابه بفيروس بي، ولا احنا بنبقى عايشين كده وهو يجي ما يجيش؟ لا لا لا، بالتاكيد احنا دايما بنوعي. نفس طرق الاصابه بفيروس سي هي الاصابه بفيروس بي بالاضافه للعلاقات. فيروس بي احنا بنقول زي فيروس سي بالظبط، هو منتقل عن طريق الدم، واهم حاجه ان احنا نخلي بالنا السنجار دلوقتي، الحقن. الحقن اللي هي بتستخدم دلوقتي في حقن ذاتيه التدمير، يعني ايه؟ بتدمر نفسها، لانه ساعات حتى الحقن البلاستيك العاديه اللي المفروض تستخدم مره واحده تستخدم اكثر من مره. الحاجه الثانيه دكاتره السنان والدكاتره اللي بيستخدموا ما بيتعقموش تعقيم جيد، سواء للاساطر والمناظير وجراحات، مهم جدا في انتقال لفيروس بي عن طريق للاسف عدم التعقيم الجيد. يعني الحاجه الثانيه اللي احنا بنشوفها بوتيكات التجميل، بمعنى ايه؟ ان في المولات دلوقتي بوتيكات بتعمل تجميل، لازم تروحي لدكتور متخصص، لانه ساعات التعقيم دي اهم حاجه. طبعا التعقيم سيء جدا، واحنا عارفين ان ممكن ينتقل عن طريق اللي الناس بتعمل الفيلر والبوتوكس والحاجات الثانيه، عن طريق الوشم. دلوقتي التاتو والكلام ده منتشر قوي، يعني كل الناس بتعمل الكلام ده دلوقتي، ولاد وبنات. فبننصحهم ارجوكم خلي بالكم، التاتو اللي هو ما بيطلعش ده ممكن ينقل. طبعا ما زال في حاجات ممارسات خاطئه بتحصل في الارياف، التطعيم الجماعي، قصدي الطهاره الجماعيه، الناس لسه بتستخدم سنجات كذا مره. كل الكلام ده مهم جدا. طبعاً. الى جانب بقى العلاقات اللي احنا قلنا عليها، يعني لو زوج مصاب بفيروس بي ما عندوش مشكله خالص، مراته تطعم والعكس صحيح. أوكي. تطعيم حيقي
الزوج او الزوجه من الاصابه اذا كان احد الطرفين مصاب. جميل. طيب دكتور، فيروس بي الشخص اللي بيصاب بيه هل بيصاحبه امراض خطيره بعد كده او اعراض خطيره ممكن الشخص ده يصاب بيها، ولا احنا بنكتفي او بيبقى في حدود لفيروس بي كده ما بيتضاعفش لحاجه تانية اخطر؟ هو ستر ربنا ان مش كل الناس اللي بتصاب بفيروس بي بيحصل لها التهاب مزمن في الكبد. أوكي. يعني من 15% لـ 20%، 80% بيخف، عكس فيروس سي 50% لـ 50%. اللي بيحصل ان ساعات بيحصل التهاب حاد. التهاب حاد يعني حراره واحساس بالقيء، احساس بالوهن وصفره وتغيير في لون البول وتغيير في لون البراز. كل الكلام ده انا بطمن الناس اللي بيجي لها التهاب حاد ده بتخف تماما، ده معناه ان جهاز المناعه بتاعهم شغال كويس، شغال كويس جدا جدا. تمام، حلو. المشكله بقى في جهاز المناعه اللي بيخش الفيروس وبيسكت عنه، زي ما يطلعش ساكت عن الفساد او ساكت عن الحرامي دخل. لو جهاز المناعه اشتغل كويس هيتم القضاء على فيروس بي تماما وياخد مناعه ربانيه تماما تماما تماما. لكن المشكله في الناس اللي هي بيخش لها الفيروس وجهاز المناعه يصمت تماما، بيحصل ان هو بيبقى يحصل من التهاب مزمن في الكبد، والالتهاب المزمن ده ممكن يصيب الكبد بالتليف ويصيب الكبد بالاورام، لا قدر الله. فاحنا لا قدر الله احنا دائما بنقول انه لازم تشيك اب او الفحص الطبي، والحمد لله دلوقتي المبادرات بتاعه 100 صحه 100 مليون صحه دلوقتي في مراكز كتيره قوي مفتوحه، صحيح، وكله بيتعمل ببلاش ومجاني. المواطن المصري عليه اقبال رهيب لان دلوقتي في ثقه عاليه جدا في هذه المراكز. فاحنا بنقول للناس، بنناشد الناس وخاصة الناس اللي عندها فرد من العيلة عنده فيروس بي ان هو يحلل. اوكي دكتور، استأذن حضرتك، معانا اتصال من هدى. الو يا هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. اهلا بحضرتك، اقدر اكلم الدكتور؟ اتفضلي. الدكتور سامع حضرتك. انا والدتي ست مسنة عندها 87 سنة واصيبت في خلال الشهور اللي فاتت دي بفيروس سي، واتعملت لها التحاليل كاملة ودخلت المستشفى قعدت تحت العلاج فترة، ودلوقتي بتجيلها غيبوبة ما قبل الكبدية، وبتضح ان الفيروس عندها خامل يعني ملوش اي اضرار ليها، وجبنا دكتور كبد فقال هي ما ينفع لهاش العلاج بتاع فيروس سي اللي هو معمول بيه الحملة المقامة في مصر، وما فيش اي خطورة عليها، انما لو خدت العلاج ممكن ده يسبب الوفاة. فهل المحيطين بيها وانا اقرب الناس ليها وبديها علاج وبديها حقن وبحتك بيها يوميا ومقيمه عندي نظرا لظروفها الصحيه وسنها المتاخر، فهل انا معرضه لحاجه زي كده؟ انا عملت التحاليل كامله ليا والحمد لله يعني لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه، هل فعلا ان العلاج لا يصلح ليها في سنها ده وان هي لو خدته هتتعرض للوفاه؟ وبتجي لها طبعا بعض الايه الحالات التوهان وعدم التركيز و ده سؤال مهم قوي يا مدام هدى، خليكي معايا عشان الاجابه مهمه لحضرتك وكل الناس اللي هي بتتابعنا. اولا هو مش خامل، خامل ازاي؟ ده حصل لها تليف، يعني هي بقى لها 30 40 سنة عندها فيروس سي وهي للأسف ما بتحللش ولا بتعمل تشيك اب، فكانت بالتبعية الفيروس انتقل من مرحلة الالتهاب المزمن اصبح في تليف، والتليف دلوقتي بقى غير متكافئ. يعني ايه غير غير متكافئ؟ ببساطة ان اصبح ان التليف مش صامت، ابتدى يكشر عن انيابه، زي ايه؟ الغيبوبة الكبدية، دوالي المريء، الاستسقاء، تورم الرجلين، الصفرة. فحضرتك هو مش خامل للأسف، هو نشط ونشط جدا يعني حصل تليف. فاحنا بنقول ان هو اولا مش خامل، هي دلوقتي ما ينفعش العلاج ليه لانه واحد سرق كل اللي في البيت خلاص هتموته خلاص، ده هو هتموته هتعمل ايه؟ احنا اهم حاجة دلوقتي نعالج اللي حصل اللي هو التليف من حقن شرجية، وفي حاجات أدوية كتيرة جدا 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 بتعالج التليف، ونظام غذائي صارم بيعالج، أنا آسف، بيعالج الغيبوبة الكبدية. لكن المهم دلوقتي كمان حضرتك، حضرتك دلوقتي لازم تعملي تشيك أب على نفسك، تعملي تحليل الفيروس، وطبعا المفروض حضرتك كنت عملتيه في مبادرة 100 مليون صحة، لأن دي غلط. قالت لحضرتك إن هي عملت آخر حاجة ما كانش في حاجة كويسة. حلو قوي، ما دام هو سلبي دلوقتي برضو أنا أنصح حضرتك كل 3 شهور تعملي التحليل، لان حضرتك واضح ان والدتك يمكن تكون عندها سكر ولا حاجه، او انت بتديها حامل لها حقن شرجيه او بتديها حقن، فممكن تشكي لا قدر الله لاي سبب من الاسباب. فدايما حضرتك تبقي جاهزه عند الجوانتيات، وبدل الجوانتي تلبسي 2 مش 1 عشان يبقى
الإصابة تبقى نادرة، لأن الشكة غالبا 3% لما تصابي بفيروس سي من شكة لشكة لازم يبقى فيه دم ودم. فأنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، اعملي تشيك أب كل 3 شهور، وأرجو من حضرتك أن أنت وأنت بتمرضي والدتك اللهم اشفيها وعافيها حضرتك تلبسي بدل الجوانتي 2 في إيديك. تمام دكتور، ناخد اتصال تاني من محمد. ألو يا محمد. ألو مساء الخير. مساء النور يا محمد، اتفضل. والدتي كان عندها فيروس سي والحمد لله اتعالجت منه، بس كنت عايز اعرف ايه الخطوات اللي ممكن نمشي عليها عشان ما يرجعلهاش تاني. ده سؤال مهم جدا. بصي يا محمد، اولا سلامه ماما الف سلامه، مهم جدا ان احنا نعرف فيروس سي مراحل. يا محمد احنا بنخاف قوي نكون ماما اتعالجت وعندها تليف صامت او تليف لم يكشر عن انيابه زي ما انا قلت، يبقى عندها تليف في الكبد وهي خدت العلاج وهي مش عارفة، لأن التليف في البداية ما بيبقاش ليه أعراض خالص إلا لو راحت للدكتور متخصص وشافها بالسونار أو بالفايبروسكان أو شافها وكشف عليها. فمهم قوي نعرف كانت مرحلة إيه. لو حاجة اتسرقت، لو حرامي سرق 10 جنيه غير ما يسرق مليون، صحيح. فمهم قوي نعرف هي درجة إيه، عندها تليف ولا ليه، لأن الناس اللي عندها تشمع متأخر أو تليف لابد من متابعتهم بتحاليل وظائف الكبد بالسونار والفايبروسكان ودلائل الأورام. فدي أول حاجة. بالنسبة لحضرتك مهمة قوي أن أنت طبعا ما فيش تطعيم لفيروس سي، لكن لازم لو كنت بتمرض والدتك أو كده لازم طبعا تكون عملت التحاليل. بالنسبة لها عشان ما ترجعش تاني لازم لابد برضو من اتخاذ الاحتياطات اللي أنا قلت عليها في بداية الحلقة. المهم أن هي لو استخدمت سرنجات في زادية التدمير أو السرنجات البلاستيك اللي هي بتستخدم مرة واحدة، لو عندها سكر الشكاكة تتغير، واخد بال حضرتك. مهم جدا أن أنت لو رحت لدكتور سنان لازم تتأكد من التعقيم، وعيب قوي أن دكتور سنان يقولك لا دي مش شغلتك. لا شغلتك لازم وانت عندك دكتور السنان تشوف التعقيم مظبوط ولا لا، فده مهم قوي. طيب دكتور، هل في فئه معينه من الاعمار اكثر عرضه للاصابه بفيروس بي، ولا احنا هنا ما بنحددش فئه معينه؟ كله هو فيروس بي ممكن ينتقل من الام لطفلها اثناء الولاده لو هي عندها فيروس بي. أوكي. وعشان كده دلوقتي كل دكاتره النساء والتوليد في حاجه اسمها بريماليتال انفستيجيشن او تحاليل ما قبل الزواج بتتعمل، وارجو ان التحاليل دي ما تكونش تهريجيه. يعني في انا دلوقتي عارف ان كل الناس بتعمل التحاليل دي بتضربها بيها وبتضرب اي حاجه، صحيح. لا التحاليل دي مهمه جدا. ليه؟ عشان الام اللي هي عندها فيروس بي نبقى عارفين ونشوف العد بتاعه ونديها الوقايه اللازمه وندي لطفلها الوقايه اللازمه بعد الولاده مباشره في خلال اول 12 ساعه من الولاده. أوكي. دي مهمه قوي. فما فيش اعمار مين يصاب او مين، المهم عندي ان لو في فرد من العيله مصاب لابد من اخذ التطعيم. دلوقتي احنا عندنا تطعيم، مفيش اللي ما خدوش ياخده يا جماعه. تمام. ارجوكم، فده مهم جدا. جميل. الناس يعني فيروس سي ما فيهوش تطعيم، لكن فيروس بي انت منتظر ايه؟ لو ما عندوش فيروس يطعم ضد فيروس بي لو يسمح. تمام. طيب دكتور، لو نتكلم شويه بقى عن فيروس سي، مدى خطورته ايه؟ مدى خطوره الشخص المصاب بفيروس سي بتوصل معانا لحد ايه؟ هو اول حاجه ان فيروس سي الحمد لله احنا اول مره في تاريخ الطب يبقى فيه فيروس له علاج. انت عارفه الانفلونزا مالهاش علاج، راحه وفيتامين سي وشويه شاي مش عارف بايه، بسخن وبالليمون بعسل. الفيروس الوحيد اللي له علاج فيروس سي. فدلوقتي هو فيروس سي تحت السيطره تمام. المهم في مراحله، احنا دايما بنقول مش فيروس سي. انا ما يجي المريض اللي عنده التهاب بسيط في الكبد اقول له مبروك خفيت، ارجوك دايما طمني عليك، ممكن تعمل فحوصات كل سنه، لكن حضرتك يعني مبروك وتم الشفاء تمام. في بعض الناس بيبقى عندها مراحل تشمع متاخر او تليف، الناس دي لابد من متابعتها زي ما انا قلت، وظائف كبد وصول الدم ودلائل اورام وفايبروسكان وموجات صوتيه. فده مهم جدا جدا ان مش اللي عنده فيروس سي وخف خلاص نقول له مبروك وامشي ويجي لنا بعد كده في اورام الكبد او يجي بتليف غير متكافئ زي ما قلت بغيبوبه كبديه او دوالي مضيء وكده. فدي مهمه جدا جدا. فيروس سي الحمد لله تحت السيطره، لانه زي ما انا قلت لحضرتك احنا الدوله الوحيده اللي في العالم
اللي هي نموذج يحتذى به. بعد مبادره السيد الرئيس احنا النهارده العالم كله بيشيد بينا، لان احنا مش بس احنا عالجنا المصريين، ده احنا بنعالج الافارقه بصفه ان الرئيس رئيس الاتحاد الافريقي. طبعا انجاز ما بعده انجاز. احنا بنفخر كمصريين لما نطلع المحافل الدوليه بنشوف ان احنا قد ايه بيتم الاحتفاء بالتجربه المصريه الفريده. فالحمد لله احنا فيروس سي تحت السيطره. دكتور استاذن حضرتك ناخد تليفون تاني معانا. زياد. الو يا زياد. زياد. رياض على الكلام. رياض اهلا اهلا بحضرتك، اتفضل الدكتور سامعك. الو تحت امرك يا استاذ رياض. اتفضل يا استاذ رياض، الدكتور سامع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، اتفضل. والنبي يا دكتور انا كان جاتني غيبوبة وكان عندي دوالي في المريء اتفجرت. تحت امرك. استاذ رياض ممكن حضرتك تسمعنا من التليفون مش من التلفزيون؟ ماشي. اتفضل قول سؤال حضرتك. ايوه انا جاتني يعني خلصت بقى وعندك دوالي مدين. السؤال حضرتك ايه؟ دلوقتي الدوالي اتفجرت، عملت عندي غيبوبه واتحجزت في العنايه المركزه والحمد لله، يعني كان جاني ورم في رجليا وفشي الورم دلوقتي الحمد لله. طيب انا هجاوبك، انا عارف تقريبا سؤالك ايه. هو ده استاذ رياض، سلامتك الف سلامه. اولا هو عنده اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه التليف الغير متكافئ، اللي هو يعني اصبح مش تليف صامت، تليف ادى الى اعراضه بقى اللي هو الاعراض او مشاكله او مضاعفاته. اللي هو المضاعفات الغيبوبه الكبديه دوالي المريء، وهو حصل استنى لغايه ما دوالي المريء كبرت بقت من الدرجه الثالثه او الرابعه ونزفت، والنزيف طبعا ده بيؤدي للاسف الى في احيان كثيره جدا الى غيبوبه كبديه. هو تم علاجه في مركز من المراكز. نقول له الاتي: اول حاجه لازم يتابع مناظير لغايه ما الدوالي دي تختفي تماما. ساعات المريض يسالني طب انا عملت مره ربط اعمل تاني؟ تعمل تاني لغايه ما الدكتور يقول لك ان الدوالي اختفت تماما. مش كل الناس زي بعضها، ممكن بعد مرتين ربط الدوالي تختفي تماما حسب ارتفاع ضغط دم الوريد البيبي. في بعض الناس بتحتاج لاكثر من جلسه لغايه ما تنتهي الدوالي تماما. الاهم من كده انه لازم يبطل ملح تماما في اكله، لان هو عنده ورم في رجليه، فالورم بتاع رجليه دون بسبب ان هو الاكل فيه ملح. حتى ساعات بنقول للناس مش دلع، ممنوع الملح نهائي. بنحط كمون او فلفل او في خل بلسمي عشان الناس تقدر تستطعم الاكل. الحاجه الثالثه الغيبوبه الكبديه دي لازم نمنعها. تمام. نمنعها ازاي؟ في ادويه كتيره جدا غير الحقن الشرجيه بماده اللاكتيلوز، في ادويه ثانيه اخرى كثيره جدا معروفه لدكتور الكبد بيكتبها لك علشان تمنع الغيبوبه الكبديه، ولو حصلت تعالجك من الغيبوبه الكبديه. المهم ان انت تبقى عارف المضاعفات دي علشان تسلم. الاهم كمان ان انت تتابع بدلالات الاورام وموجات صوتيه كل 3 شهور علشان تتابع البؤر الكبديه، لان ممكن بعد البؤر تنقلب الى اورام. والاورام دي ليها علاج دلوقتي. تمام. فان شاء الله ربنا يشفيك ان شاء الله ويعافيك باذن الله ان شاء الله. دكتور خلينا نرجع تاني لفيروس بي. الشخص اللي بيلاقي نفسه مصاب، يعني مثلا بيعمل تشيك بيلاقي نفسه عنده فيروس بي او اي حاجه تاني، بس احنا دلوقتي خلينا نرجع لفيروس بي تاني، بيحس ان الدنيا سودت قدامه مره واحده، يعني انا مش عارف كده اروح فين، اجي منين، اروح لدكتور ايه، طب هاخد علاج ايه، طب ليا يعني هيكون ليا علاج لحالتي دي ولا مفيش علاج، ولا انا هفضل كده عايش طول عمري، نقول لهم ايه النهارده؟ إيرين هانم، ده سؤال مهم قوي، لانه انا دلوقتي شايف ان في كميه احباط رهيبه لمرضى فيروس بي. انا بقول لهم اذا سمحتوا مفيش احباط، فيروس بي عاملوه لمده 3 4 سنين من دلوقتي ان هو زي السكر وزي الضغط. تمام. ازاي؟ بدام بتاخد، لو انت مصاب وهذا المصاب عندك التهاب مزمن و عند الشروط الدكتور لقاها متوفره ان انت تاخد العلاج، ارجوك خد العلاج بصفه دوريه ومنتظمه عشان العلاج دون ثبت ان هو بيقلل من المضاعفات لغايه ما تنزل الادويه الحديثه اللي هي هتبقى كوكتيل من الادويه تخفي فيروس سي فيروس بي تماما وتشفيك تماما. دي نقطه مهمه جدا. طب الناس
اللي ما ينطبقش عليهم شروط العلاج، دول اللي بنقول عليهم ان هو كان زمان بيتقال عليهم عنده فيروس بي خامل. هو مش خامل، هو لا ينطبق عليه شروط العلاج. بنعمل ايه؟ بنتابعهم بصفه منتظمه. تمام. والصفه المنتظمه دي ان هو لازم يتابع بتحاليل دوريه واشعاعات دوريه. وبرضو بقول للناس دول ما يقلقوش، ما دام انت بتتابع المرض تحت السيطره. أوكي. فما يقلقش. هو نتج للزعل او الاحساس بالغضب، اشمعنى لقيته علاج لفيروس سي وما لقيتوش؟ ما في علاج لفيروس بي، والعلاج ده بيتاخد في المراكز دلوقتي. فما يقلقوش، الفتره الجايه هنبشركم بالأدوية نزلت إن شاء الله. دكتور أنا بشكر حضرتك جدا جدا جدا، وقتنا جري من النهاردة مع حضرتك، الموضوع كبير قوي ومحتاج أعداد كتير قوي مع حضرتك، لازم تاني تيجي تشرفنا من وقت حضرتك ومن خبرتك الكبيرة دي علشان نفيد كل مشاهدينا. مرسي لحضرتك. مرسي يا دكتور، نورتنا النهاردة وأفدتنا طبعا، بشكر حضرتك جدا. النهاردة كان معانا منورنا دكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي وزميل جامعة هارفارد. يا رب النهاردة نكون قدرنا نفرق لحضراتكم بين مفاهيم كتير متلخبطة عندكم عن فيروس سي وفيروس بي. النهاردة يا رب نكون قدرنا نوصل لكم يعني ايه فيروس بي، يعني ايه طرق علاجه. الموضوع بقى ابسط بكتير، وزي ما الدكتور قال لنا النهاردة الموضوع بقى مفرح اكتر ومبشر اكتر، وان شاء الله هيكون لينا لقاءات تاني كتير نكمل فيها الموضوع ده لانه مهم جدا. بشكركم واستنونا فكرة جديدة من عيش صح. مشاهدينا وفقرة جديدة من عيش صح، النهاردة هنتكلم عن كيفية علاج ضعف حركة الحيوانات المنوية، لكن اسمحوا لنا في البداية نرحب بضيف فقرة النهاردة، هو الأستاذ دكتور خالد سالم، أستاذ جراحة الذكورة وعقم رجال بمركز مصر للذكورة. أهلا بحضرتك يا دكتور. يا أهلا. نورتنا في عيش صح. الله يخليك. دكتور خالد، في فقرات قبل كده مع بعض كنا بنتكلم على مشكلة قلة عدد الحيوانات المنوية، النهاردة بقى عايزين ناخد موضوع ضعف حركة الحيوانات المنوية. حضرتك قبل كده قلت لي ان في اختلاف شديد ما بين القلة والضعف. طيب خلينا بقى النهاردة ناخد الموضوع من منظور مختلف، اللي هو ضعف حركة الحيوانات المنوية دي اسبابها ايه؟ ضعف حركة المنوية له اسباب محددة، يعني في كذا سبب، منها اختلال هرموني، منها وجود دوالي، وجود التهابات. قبل ما نتكلم على ضعف الحركة لازم يبقى عندنا تصور مهم جدا، وده دايما بيقع الخطأ فيه. الخصية مصنع لإنتاج الحيوانات المنوية، فإذا والحيوان المنوي ده منتج، فلو المنتج الحركة بتاعته ضعيفة يبقى المفروض إن أنا بتعامل مع أشوف إيه العامل السلبي اللي مؤثر على الخصية وزيله. مفيش حاجة اسمها إن أنا أدي دواء يعالج ضعف الحركة، زي ما بيحصل كده عيان عنده ضعف حركة يقوم دكتور النساء أو دكتور أي مكان بغض النظر هو دكتور إيه أو دكتور جلدية أو غيره، يروح كاتب له شوية علاج ويقول له خد ده علاج لضعف الحركة. مفيش حاجة اسمها كده، يعني الفيتامينات الكارنيتين والسيلينيوم والزنك والمش عارف إيه والإيه والبرطمانات الكبيرة ديت والكلام ده كلاته ويقول له خد العلاج ده لضعف الحركة، هذا الكلام جملة وتفصيلا خطأ وغير صحيح وغير علمي وغير طبي. يعني مفيش علاج دوائي لضعف الحركة؟ في علاج دوائي لضعف الحركة، ولكن هذا العلاج الدوائي موجه لإزالة سبب معين عامل ضعف حركة. يعني إيه؟ يعني هذا التاني. إحنا اتفقنا على إن الحيوان المنوي منتج من الخصية. منتج منين؟ الخصية. من الخصية. يبقى إذن أنا لو الخصية بتطلع لي حيوان منوي الحركة بتاعته ضعيفة، يبقى لازم أصلح العامل السلبي اللي خلى الخصية بتنتج لي حيوان منوي ضعيف. يعني أنا هدي مثال على سبيل المثال، يعني عندي مثلا عيان عنده نقص في هرمون الذكوره، فالحيوانات المنوي اللي بتنتج ضعيف، يبقى انا دلوقتي لما هدي للمريض ده دواء منشط لانتاج هرمون الذكوره داخل الخصيه، الحيوان المنوي حركته هتتحسن. طيب هدي مثال تاني، عيان عنده دوالي على الخصيتين، هعمل له عمليه دوالي، يبقى انا دلوقتي هحسن وظيفه الخصيه، فالحركه بتاعت الحيوان المنوي هتتحسن. عشان ابسطها والناس بس تبقى فاهمها، انا هفترض ان انا عندي شجره بتاعه تفاح، الشجره دي بتطلع لي تفاح ما هوش احمر. هل في حاجه اسمها اقدر اعملها على التفاح عشان التفاح يتلون، ولا انا بدي بعالج الشجره ذات نفسها او بتعامل مع الشجره بحيث ان هي تنتج لي تفاح احمر؟ كده واضح المثل؟ أيوه.
فنوع من انواع العبس ان انا ادي للمريض روجيتا اقول له خد الروجيتا ديت عشان الحركه تتحسن، مفيش حاجه اسمها كده. علاج ضعف الحركه هو ازاله السبب الذي ادى الى ضعف الحركه. يعني انا حدي مثال اللي هي بسيط اللي جدا. هي على طول نروح للخصيه اه يعني ايا كان السبب. يعني حدي مثال بسيط جدا، عيان عنده صديد، نسبه صديد عاليه جدا في السيال المنوي، الصديد ده بيأثر على ضعف الحركه. لو انا اديته فيتامينات الدنيا كلها هل ده هيأثر على الحركه؟ استحاله. ليه؟ لان السبب مازال موجود اللي هو الصديد. طب انا اديته علاج للصديد ده وزلت الصديد ده، هل الحركه هتحسن؟ اوتوماتيك لازم هتحسن، سبب ونتيجة. يبقى إذن هنا تشخيص العيان هو الأساس في علاجه. مسألة إن أنا بقى عندي اسطمبة أو روجيتا ثابتة كده أنا بديها خد اتفضل، ده كلام فارغ، يعني ده مش طب. فدلوقتي ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ضعف حركة الحيوانات المنوية؟ نمرة واحد وجود خلل هرموني، نمرة اتنين وجود التهابات، نمرة تلاتة وجود دوالي على الخصيتين، خلاص. نمرة أربعة وجود انسداد جزئي في قناة القذف. ممكن يبقى موجود سبب أو أكتر من دول، يعني ممكن جدا يبقى العيان مثلا عنده دوالي وعنده خلل في الهرمونات، ممكن عيان عنده التهابات وعنده ضيق في قناة القذف، ممكن يبقى عنده يعني سبب، ممكن يبقى عنده يعني ممكن يبقى عنده سبب واحد أو أكتر من سبب. أوكي. خلاص. في الحالة دي لما بتعالجي السبب أو الأسباب التي أدت إلى ضعف الحركة، الحركة بتتحسن؟ نعم الحركة بتتحسن. طيب هنا دلوقتي ما هي احتمالات شفاء هذا المريض؟ المرضى ضعف الحركة دول هيتم تقسيمهم إلى ثلاث شرايح بعد ما تشخصوا صح ويتعالجوا صح. في جزء من المرضى هيخف تمام، هيشفى تماما وهيخلف، هيخلف طبيعي. هو بيجي يعني اللي بيبقى عنده مشكله ضعف الحركه، ضعف حركه الحيوانات المنويه، بيجي البيشنت يا دكتور بيشتكي من ايه؟ ان هو ما بيخلفش ولا بيشتكي من متجوز بقاله سنه بيعمل حقن مجهري وبيفشل؟ لا تاني، بيجي لك المريض ده حاجه من اتنين. يا اما هو من البدايه من يوم ما اتجوز ما خلفش وما لجاش الوسيله المساعده، يعني ما عملش حقن مجهري خلاص، وبالتبع انت بتشخصيه وبتعالجيه وبيخلف باذن الله. يعني ده واحد. الثاني بيبقى عيان عمل حقن مجهري، الدكاتره قالوا له ما تضيعش وقتك، خش على حقن مجهري مره واثنين وثلاثه، فشل حقن مجهري، بيجي المريض وبيتم تشخيصه وعلاجه. يبقى اذا هو ممكن يجي لك بشكل من اثنين، يا اما هو بدون ما يعمل وسيله يعني بدون ما خلفش خالص طبيعي، هو ما خلفش طبيعي. أوكي. وممكن ما يكونش لجأ للحمل الصناعي او لجأ له، يعني بعض العينين كده وبعض العينين كده. ليست هذه هي القضية الأساسية هي إن غلط وخطأ بشع إن أنا ليه ما عالجش العيان؟ يعني ليه ما شخصش العيان وعالجه؟ عيان عنده مشكلة في حركة الحيوانات المنوية، تشخصه وتعالج. بعد العلاج أنا عندي العيانين نسبة كبيرة جدا منهم ضعف الحركة اللي عندهم، ضعف الحركة اللي عندهم بيتصلح خلاص وبيخلف طبيعي، وجزء منهم ضعف الحركة اللي عنده بيتصلح بنسبة. يعني مثلا سي عندي كان عيان ضعف الحركه عنده كان 10%، بعد ما تعالج بقى عنده نسبه حركه 30%. هنا في الحاله ديت انا بعمل العيان ده حقن مجهري بينجح وبيخلف. يعني انا حدي قص يعني حدي مثال على حاله حقيقيه. كان عندي مريض بقاله 14 سنه ما خلفش، ويمكن على صفحه مركز مصر الذكوره العيان ده يمكن من كلام يمكن من اسبوع 10 ايام نزل صوره ابنه وهو متصور معايا ان شاء الله. ده كان بقاله 14 سنه ما بيخلفش. أوكي. عمل حقن مجهري مره واثنين فشل خلاص، هو كان عنده ضعف في الحركه بسبب الدوالي. مجرد ما المريض ده عمل الدوالي مراته حملت طبيعي وخلف الولد ده، وهو ما شاء الله يعني الولد متصور حوالي اعتقد ان هو حوالي سنتين ونص ثلاث سنين. ال 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 هو كان هيلي المره دي، لان هو ايه بعد ما يعني بقى لهم سنه شايلين الوسيله او الوسيله اللي هو كان بيستخدموها لمنع الحمل على بال ما الطفل يكبر، فما حصلش انجاب، فكان جايلي تاني عشان يقول لي يعني هل في انا عندي مشكله ولا ولا الامور كويسه. الشاهد من القصه ايه؟ ان هو على الرغم من المده الطويله ديت لم يتم تشخيص سبب ضعف الحركه، وتم اللجوء الى الحمل المساعد اللي هو اطفال انابيب او تلقيح صناعي او حقن مجهري بغض النظر ايه الوسيله،
ففشلت لان انت ما شخصتش العيان وعالجته. مجرد ان العيان اتشخص وتعالج الست بتاعته حملت طبيعي خلاص. طيب هل كل العيانين بعد ما بتشخصوا بتعالجوا هل الست بتاعته بتحمل طبيعي او بيحصل حمل طبيعي؟ بنسبة. لا ممكن جدا كده وممكن لو احتاج حاله جاريه ينجح. حد مثال تاني عيان كان من الصعيد بقاله 16 سنه عمل فيهم 10 مرات حقن مجهري، 10 مرات حقن مجهري ولا واحده فيهم فشل ولا واحده فيهم نجحت ولا حصل حتى معاه حمل وسقط. كان عنده دوالي، بعد ما اتعملت الدوالي العيان عمل تحليل بعدها وجابوه لي قلت له التحليل بتاعك كويس ان شاء الله باذن الله في خلال فتره بسيطه الست بتاعتك تحمل. هو من استعجاله راح عمل حقن مجهري في نفس المركز اللي كان عمل فيه الحقن المجهري اللي فشل قبل كده، ومن اول مره الست بتاعته حملت وبقى عنده بيبي خلاص. هو كان جاي لي بابن عمه عنده مشكله في الانجاب. طيب ايه اللي خلى العشر مرات دول يفشلوا وايه اللي خلى المره اللي بعدها لما استخدم الحقن المجهري ينجح؟ تشخيص. هو ان ضعف الحركه اللي عنده اتعالج، بتشخص صح وتعالج صح. انا بدي يعني ادي مثال تاني. مثال ثالث، كان مريض من احد الدول العربيه، كان متجوز اتنين، ولادي حملت برضو كان عنده ضعف في الحركه. مجرد ان المريض اتعالج، هو كان عنده دوالي وكان عنده لخبطه في الهرمونات، مجرد ان هو اتعالج المريض والحركه بتاعته اتحسنت. الاولانيه حملت وانجب منها، والثانيه حملت وسقطت لان هي عندها مشكله. تمام. ايوه يعني انا بدي مثال قد ايه الموضوع سهل. يعني طبعا هو يعني كله ديبندز على التشخيص، يتشخص صح ويتعالج صح. لان ممكن جدا يتشخص صح لكن ما يتعالجش صح. يعني كتير يعني انا حدي مثال، كان عندي مريض كلام يمكن من حوالي اسبوعين ثلاثه، العيان ده كان عنده نقص في العدد وضعف في الحركة، وكان كل اللي عنده دوالي محتاجة تتعمل. فالمهم العيان راح عمل عملية في دكتور، يعني هو من الصعيد فهو استثقل المسافة فعملها عند منه في البلد. المهم بعد سنة لقيته جاي ببص في التحليل بتاعته، قلت له التحليل بتاعتك زي ما هي، انت عملت ايه؟ قال لي انا عملت العملية عندنا في البلد وإلى آخره. ماشي، عمل عملية الدوالي، عمل دوالي في البلد. أوكي. المهم يعني عمل له اشعه تاني طلع فيها دوالي مرتجع خلاص. نفس الخطا كرره بنفس الطريقه، راح عاملها برضو عند جراح تاني جنب منه خلاص. وجالي بعد سنه، يعني احنا بنتكلم شوف العيان حرق كام سنه، عدد سنين ضايعه طبعا بالظبط كده. جه ومعاه اشعه فيها دوالي مرتجع لثالث مره. طيب هنا دلوقتي هو مش قادر يستوعب، انت صح انت متشخص ان انت عندك دوالي، لكن انت الدوالي انت مش شلتهاش بالكليه، طب ما انت ما استفدتش منها. لان الدوالي دي شبكه، لو ما اتقفلتش كلها او ما اتشالتش كلها يبقى انت ما عملتش حاجه. يبقى اذا ممكن العيان يتشخص صح لكن يتعالج غلط. يعني انا ادي مثال تاني على علاج دوالي، مش حد مثال على علاج جراحي. مريض كان عنده نقص في هرمون الذكوره، راح لدكتور، الدكتور عمله، هو اللي عمله التحليل، هو اللي مشخص ان عنده نقص في هرمون الذكوره، اداله حبوب عباره عن هرمون ذكوره خارجي. الحبوب اللي عباره عن هرمون ذكوره خارجي دي بتوقف انتاج الخصيه من هرمون الذكوره. الله، خلاص. طب ما كده اصلا الخصيه ما بتنتجش. يبقى اذا انا المفروض اديله دواء يحفز الخصيه عشان تطلع هرمون الذكوره. فقال لي انا كل ما اخد العلاج التحليل بتاعي يبوظ، كل ما اخد، يعني اتكرر مع الموضوع ده ثلاث مرات. كل مره اخد العلاج التحليل يبوظ، كل مره اخد العلاج التحليل يبوظ. يبوظ دي يعني يسوء، يسوء يعني يبقى اسوأ من الاول. اوكي خلاص. هنا الخطا هنا كان فين؟ ان الدكتور لقى التحليل هرمون الذكوره واطي، راح مديله هرمون ذكوره خارجي، هو متخيل ان هو رفع له مستواه في الدم لكن قلله فين؟ في الخصيه. وده يمكن الحته اللي احنا قلناها في اول حلقه ان بالظبط. يبقى انا المفروض بديله دواء يحفز الخصيه انها تطلع هرمون ذكوره داخلي. مش ان انا اديهوله من بره، بديهوله من بره انا بدمره. خلاص. انا بدي مثال على تشخيص صحيح ولكن علاج خاطئ. انا ده مثال تاني، في امثله متعدده في هذا المجال. يبقى اذا في شرطين اثنين عشان احصل على نتيجه، اشخص صح وعالج صح. شخصت غلط لا يمكن حوصل الى نتيجه، هعالج غلط لا يمكن حوصل الى نتيجه. سواء بقى العلاج ده علاج دوائي او علاج جراحي. مثال تاني على العلاج الدوائي الخطا، مريض كان عنده
نقص في هرمون الذكوره، فالدكتور اداله دواء محفز لانتاج هرمون الذكوره، ولكن في نفس الوقت هذا الدواء رفع له هرمون الانوثه، فالدكتور وهو بيديله الدواء ما ادالوش دواء يخفض له هرمون الانوثه، فكانت النتيجه ايه؟ النتيجه رفع له هرمون الذكوره بس رفع له معاه هرمون الانوثه فبوظ له النتيجه. يعني انا عايز اقول ان العلاج الدوائي في كذا عامل لازم ابقى انا عامل حسابي عليهم، والا الامور هتفلت زمامها. هذا الكلام بيعتمد على ايه؟ على فهم الطبيب المتخصص في الحاله بتاعه المريض وعلى الهرمونات اللي موجوده بتاعته، فما ينفعش ان انا اعمل تحليل هرمون ذكوره لوحده بدون ما اشوف الهرمونات الثانيه عشان اقدر وانا بعالجه صح. الخبره دايما يا دكتور، بنحط مليون الف خط تحت كلمه الخبره والكفاءه والتشخيص السليم. بصراحه في مركز مصر للذكوره ما شاء الله انتوا دايما في ظهر الراجل، ودايما بتعملوا اقصى جهدكم ان انتوا توصلوا للتشخيص السليم والعلاج السليم. انا بشكرك جدا يا دكتور خالد سالم على وجودك معايا النهارده، شكرا جزيلا. كان معانا الاستاذ دكتور خالد سالم، استاذ جراحه الذكوره وعقم رجال مركز مصر للذكوره. بكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه ونعيش صح. يا مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، في يوم جديد وحلقه جديده من انبوكس احلامك اوامر، واللي بتشرفنا وتنورنا فيها دايما ضيفتنا الدائمه والثابته مفسره الاحلام سوفيا زاده. برحب بيك يا سوفيا. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله. عامله ايه نونو؟ تحوم وحشتيني. كله تمام، وانت كمان وحشتيني، بس برضو بتقول سوفيا حلوه قوي، افكر اقول سوفيا برضو. طب يا سوفيا، النهارده هنتكلم عن الكوبايات والكؤوس في المنام والابريق وكل الحاجات دي. نبدا الاول بالكؤوس والكوبايات، معناها ايه في المنام؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصي، الكوبايات لما تشوفيها فاضيه غير لما تشوفيها مليانه. الكوبايات اصلا زي ما قال عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم القوارير، اللي هي النساء. تمام. فبيقول لك رفقا بالقوارير. معنى كده ان مثلا واحده ست لسه متجوزه جديد وشافت عندها كوبايات لسه فاضيه كوبايات، معناه ان في ما شاء الله ترزق في بنات كتير. انا معجبه. اهلي عشان هي والله بقول لها تعالى اقعدي هنا يا بنتي. تمام. هترزق ببنات كتير، ذريه من الناس. يعني لو الراجل مثلا مش متجوز ولا اي حاجه وشاف كاسات كتير او كده، ده معناه ايه؟ هيتجوز كتير، هيتجوز او هيتجوز هيجيب بنات، هيشيل هم ستات كتير. يعني اخته، امه، مش عارف بنات اخته وحاجات كده، وممكن يتجوز كتير برضه، وارد يعني. فهي خلاص احنا كده متفقين ان الكؤوس والكوبايات دي نساء. تمام. طيب لما تكون فاضية بقى، ده استعداد لأمر انت ماشية فيه. بالنسبة للراجل مثلا، ان هو بيستعد ان هو يجيب رزق، يعني خلاص هو بيعزم او يعني بيهم لذلك. دي حاجة. لما تبقى مملية بقى، يعني بتبقى حاجة كويسة جدا. امتلاء الكاسات دي مثلا مية، مثلا شفتيها بمية، ده معناه ان للمرأة ذرية، لان طبعا تعتبر الماء زي ما اتفقنا في الحلقات السابقه ان الماء هو الرجل، فلما تملا الكاس فمعنى كده ان هي ترزق بذريه. طيب. ما شاء الله. بالنسبه للمراه معناها حاجه هي تنتظرها بالفعل، برضو حمل يعني، حاجه تنتظرها بالفعل وهتحصل. لو البنت لسه، ده معناه زواج. ليه بقى؟ لان ده بتقدم في الافراح، فدي معناها زواج. لما يكون المشروب بقى حلو كده وشكله مفرح وكده، ده خلاص ده بشاره مؤكده ان انت رزقت بما تتمني. يعني خلاص بشاره اكيده. تمام. طيب لو مثلا في كاس مليان حاجه، سواء ميه او عصير او حاجه، وفي المنام وقع واتكسر، دي مش حلو. واحد راح للامام ابن سيرين قال له انا حلمت بشيء، حلمت اني انا ماسك دورق يعني من الزجاج كسر، ولم يعني والميه فضلت زي ما هي. قال له ده مش حلو، يعني ده اختراع من عندك، كان كاذب. قال له لا، هو مش اختراع، هو حلم بالفعل. قال له خلاص، هي زوجتك هتحمل وهي هتموت والطفل هيستمر. قال له لا، ده ما كانش حلم. لا ما كانش حلم، يعني شوف رجع في كلامه. تمام. بس خلاص الرؤيه إذا أولت وقعت، أنت كذبت.
تحمل بقى نتيجة كذبك، لأني عشان كده احنا دايما بنشدد بنقول يا جماعة الكذب في الأحلام من أخطر الأشياء، فلازم تنتبهوا فيه. يعني أيوة الإصلاح ذات البين والحاجات دي، بس ما تخشش في سكة الأحلام وتكذب. ده من المحرمات، انت كده بتفسد اللي بتعمله من الخير. فبالفعل مراته حملت بعدها وماتت والطفل تبقى، فالماء ده هو البيبي. فكسر الاواني او كسر ده كسر انثى، مش شرط يكون كسر موتها، ممكن كسر خاطر. يعني الازاز ده اصلا كسر خواطر، انت ممكن غصب عنك تقولي انا ماسكه كست، يعني ماسكه وقع مني كاس اتكسر، معنى كده ان انت كسرتي خاطر واحده من غير ما تقصدي. من غير ما تقصدي، يعني الكلام برضو الكلمه الحلوه صدقه، والكلمه بتبقى صعبه بتبقى بتكسر خواطر. طيب كؤوس الخمره يا صوفيا في المنام، بصي هو طبعا الخمره معروفه انها فيها مال شبهه حرام، يعني في شبهه حرمانيه. ولكن في حاجه، لو المراه الحامل شافت ان في كاس خمر، معنى كده انها هترزق ببنت. يعني ملهاش دعوه بقى بالحته دي خالص. دي معناها ليه بقى؟ لان الستات ناقصات عقل ودين، فمش كامله. الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن الكمال ان البني ادم يكون يعني ايه مكمل دينه، فهي ناقصه. هتيجي بنت ناقصة، الخمر ناقص، يعني ناقص اللي هو الـ 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 عنده حرمانية، شبهة حرمانية. فما فيش تماما اللي هو الخير. وكان كده بنت هترزق. طيب لو مثلا الماء المعكر في الكاس، لا ده حاجة سيئة جدا. ده معناه ان البني ادم بيغوص ويعني شوية في المعصيات، وخصوصا اللي هو علاقاته النسائية الغير شرعية. فده ينتبه جدا، لان خيركم من يوعظ ومنام. احنا كده ان انت بينبهك ربنا، انت كده وصلت للاخر يعني. طيب لو حلمت ان انا باكل الـ 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 الكاس او الكوبايه، باكل الازاز ده، دي قوه. بصي قوه، ويعني مش ما اقدرش اقول عليها قوه، غير انها البني ادم شويه عنده قسوه. قسوه شويه. فمعناها ان انت تنتبهي ان انت بتقسو على نفسك قبل الاخرين. يعني مثلا واحده عندها اطفال فشافت رؤيه زي دي، معنى كده انها في تربيتها عنيفه، يعني قاسيه. في حد بياكل الازاز الا هم الخوارق؟ فمعنى كده ان انت عنيفه شويه، فلازم تنتبهي. او ان انت بتتعاملي مع ناس بس عندك فظاظه. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فهو بالفعل خلاص مش هتلاقيه، ما انت كلتيها خلاص هتلاقيهم انفضوا. طيب في المنام مثلا لو ظهر لي ابريق من الفضه او الذهب او البلاستيك، كل واحد ليه رؤيه مختلفه او تفسير مختلف؟ طبعا. بصي اولا موضوع ان انت تشوفي الاواني من الفضه او الذهب مش مستحب. معناها المغالاه في المعيشه، ومغالاه كمان ايه يعني مسرفه جدا. ليه؟ لاني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يعني بلغوا ان فرعون كان بياكل اواني فضيه واواني الذهبيه، فده معنى كده ان هو بني ادم من كتر ما بقى خلاص يعني ايه، من كتر ما هو امتلك غاله بقى عنده مغالاه. ففيها طبعا حرام، يعني الواحد يعني طبعاً اصرفه، بس ما تصرفوش بالمغالاه دي. حدود بالظبط كده. فده مش مستحب، معنى كده ان انت لازم تنتبه ان انت صرفك في حاجات مش ما فيهاش خير، ما فيهاش، مش هتفيدك. بتصرف يعني ايه؟ طب ايه هيفيدك بايه لما تاكل في معلقه فضه ولا معلقه عاديه؟ بالظبط. او حتى هتشرب في حاجه. طيب البلاستيك هي منظره بس مش اكتر. البلاستيك جايه اشتقاق من كلمه بلاء. فكل يعني مثلا راجل شاف ان هو مقبل على زواج، شاف اناء من البلاستيك، معنى كده ان المراه دي مصدر ابتلاء ليه عظيم جدا. اوكي. فلينتبه. طيب ناخد شوية رسائل. في مسج من صباح عادل بتقول صاحبتي حلمت بواحدة صاحبتنا واقفة معاها، وواحدة تانية جت في ظهرهم هما الاتنين وزغزغتهم بس وجعتهم واخدت منهم حاجة من جوه جسمهم، فصاحبتي هي اللي حست وقالت لها هاتي الحاجة اللي خدتيها. هقولك الرؤية معناها ان دخلت حد عليهم بالحيلة والخديعة والمكر، لان الزغزغة دي داخلة عليكي لتبسطك، بس هي بتضحكني بس في نفس الوقت بس هي برضه فيها الم، زغزغ الم، هي داخله بطريقه كده
وبما انها خدت حاجه كل ما هو في البطن او في الجسم هو اموالك. خدت بالك؟ فهي هتاخد حاجه بالحيله والخديعه والمكر والدهاء. فانتبهي للشخص ده بعينها. يعني خلي بالك منها هي بنفسها يعني. طيب معانا رساله بتقول شخص حلم انه كان ممدد على الارض يلبس كفن لكل جسمه الا راسه ووجهه زي البدر، سبحان الله غايه الجمال، وانا اعلم انه ميت او الشخص يعني ده كان لابس هو الكفن مش الشخص يعني صاحب الحلم. ولكني فوجئت بان عيونه الجميله تتابعني اذا تحركت يمينا. هو مين اللي لابس الكفن؟ واحد صاحبه. ده ميت ولا عايش؟ هو بيقول اعلم انه ميت. يعني هو ميت. اوكي. ولكني فوجئت بان عيونه الجميله تتابعني اذا تحركت يمينا او يسارا دون ان ينطق بلفظ، وصحيت وانا في غايه الفرح من رؤياه. طب حلو قوي. طب حلو. بصي اصلا الكفن لما متغطي تماما بني ادم ميت، ولكن ده واخد درجه من درجات الشهاده احياء عند ربهم يرزقه. فهو واضح ان هو بما انه بيتابعها معنى كده ان ده حد كبير ليها، ممكن اب، ممكن عم، ممكن خال، حد يهمه مصلحتها. فالمتابعه دي او المراقبه دي معناه ان هي بتراعي الله سبحانه وتعالى في تصرفاتها. لان هي عامله حساب. يعني يقول لك ان ابو الدرداء كان دايما لما يصلي يقول يا رب يعني ما تخلينيش اعمل حاجه يزعل مني الاموات، اللي هو ابن خالي فلان. يعني كان دايما في حد في حياته كده حاطه نبراس. فده معناه ان هي بالفعل بتراعي الله وبتتقي الله في تصرفاتها. فده او هو راجل. فهو في الحالتين حلو جدا المتابعه بالظبط. طيب في مسج ثانيه بتقول رايت نفسي في بيتنا الجديد مع زوجي واهله، مع العلم ان زوجي وامه لا يريدون انتقالنا حيث اننا الان جيران، وكان بيتنا الجديد جميل خصوصا الحمام وطليته على البحر. كانت هناك شجره قطعتها من جذعها لأفتح الطلة كاملة على البحر. فنجحت بصعوبة نوعا ما وفرحت بعدها، وجلست أنظر إلى البحر، وفي نفس الوقت كان في امرأة ولدت جنين أنثى أردت مساعدتها لأنها كانت غير كاملة النمو، فإذا بها تكبر وتتحسن بسرعة عجيبة، وجزاك الله ألف خير. طيب بصي مبدئيا طبعا هي هتدخل لجوزها من ناحية قطع الشجرة ده، هتقطعه من أهله. يعني هم رافضين الانتقال، هم عايزينهم يفضلوا جنبهم، لكن هي هتحكم رأيها، النقلة دي هتحكم رأيها وهتقطعه من أهله. القطيعة دي زعل، مخصمة بقى، ما بيكلموش بعض خالص، بس هي هتبقى مبسوطة. هتبقى مبسوطة، هي سعيدة كده. حتة إن البنت اللي هي المبتسرة دي في أمر هي طبعا مش هيبقى كامل، اللي هو الرزق. هي منتقلة في مكان فاكرة إن في رزق، لكن هتروح هتبتدي بصعوبه جدا. الطفل المبتسر رزق ولكن لم يكتمل. بس بما انه بسرعه كبر وكده فمعناه ان شاء الله هتكرم. بس يعني حاولي، ده دول اهله يعني، ما ينفعش القطيع. طيب حلمت ان جوزي نسي الباب مفتوح ودخل منه قطه واسد وتعابين وحيوانات كتير، والقطه دخلت الحمام والاسد واقف على باب الاوضه وتعابين تحت السرير. أقول بص هقول لك على حاجة. هو أصلا فتحة الباب الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك الشيطان لا يفتح باب يعني قيل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فمعنى أن فتح الباب دي فتح الباب للمعاصي، فتح الباب للستات، ده جوزها. فتح الباب لكل حاجة فيها أذى. فاتقي الله، بس اتقي الله. بس هي اللي حلمت، هي حاسه اكيد. طبعا الستات على فكره الاستشعار عندها عالي جدا جدا. يعني فعلا يعني. طيب في رساله من رغده محمود بتقول ماما حلمت ان المطره نزلت جامد وخرمت السقف بتاع الاوضه وغرقت الاوضه، راح بابا جايب خرطوم ميه وغرق باقي الاوض، راحت ماما قالت له ليه كده، كنت تسيب مكان للمطره يمكن تنزل للاوض كمان. بصي المطره حلوه، ولكن انها تيجي بخراب معنى كده ان للاسف الشديد حاجه منتظرين منها خير هتدخل عليهم بالفساد، بالشر. تدخل عليهم بالفساد. يعني مثلا منتظره فلوس، الفلوس دي فاكره ان الفلوس دي هتنفع وهتساعدهم في حاجات، ولكن هتبقى مصدر لقلق ومصدر مش عايزه اقول لك قد ايه خراب وخسران.
وخصوصا ان جوزها ماسك الخرطوم مش عارف ايه وكده وهو كمان بيكمل الناقص يعني فاهمه ازاي. وبعدين الميه في البيوت بكاء لدرجه انها هتوصل ان من كتر الحزن اللي عمل اللي دخل عليهم ده البكاء. ربنا يستر. طيب يا صوفيا احنا لسه مكملين معاكي بس هنطلع لفاصل قصير ونرجع نكمل مع مفسره الاحلام صوفيا زاده من انبوكس احلامك اوامر. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم ان بوكس احلامك اوامر مع مفسره الاحلام صوفيا زايده وهنستنى كل مسجاتكم ان شاء الله ونفصل لكم كل الاحلام. احنا وصلنا عند الابريق الفضه والذهب والبلاستيك. دلوقتي لو شفت ميت بيدي للحي ابريق ده معناه ايه؟ طيب هقول لك هو الابريق معناه ايه؟ خازن اسرار. خازن اسرار ده ممكن يندرج تحت المراه الزوجه، ممكن يندرج تحت الحد اللي بيشتغل عندك، مدير اعمالك، ايا كان حد بيحفظ اسرارك، محامي، المهم حد خازن اسرار. لما الميت يجي مثلا جه لابنه العازب مثلا ولا حاجه، معناه زواجه من امراه على خير. اوكي. حد كويس، ست كويسه. او العكس بقى، او لو جه البنت فهو رجل على خير، راجل يعني هيصونها صيانه. طيب لو مثلا في المنام ظهر ماء داكن في الكأس او في الابريق، لا مش حلو شويه يعني ايه الماء ده؟ المفترض ان هو خصائص الابريق ان هو يحمل الماء، فمعنى كده ان هو هيجي من الست دي من ظهر العالم فاسد، هيجي من يعني طفل مش مريح، مش كويس، خصوصا لما انت تكوني مش عارفه ايه اللي جوه ده، ايه نوع المشروب. وممكن كمان لو حد مريض وشاف ان الميت بيعطيه حاجه داكنه موت، لان ده اللي هو بعد عنكم يعني اللي هو الدرد اللي بيقول عليه اللي هو عند الموت ده، الحاجه اللي ملهاش ما نعرفش طعمها دي المره. طيب الشفشق او الدورق كده لو فاضي او مليان شاي شاي مثلا. بصي هو الشاي والقهوه احلى ما يرى في المنام. الله. حلوين قوي. الشاي نسبه للفرحه والاستعاده، لان زمان كانوا في المناسبات ما كانوش بيقدموا شربات زينا وحاجات زي كده، لا كانوا بيقدموا شاي. وفي بلاد كتير لحد دلوقتي بيقدموا شاي. في المناسبات السعيده طبعا. فهو الشاي حلو قوي، الا انه ما يكون من غير سكر. مر. في حزن. في حاجه. يعني مناسبه حزينه. يعني لو عليه سكر. حلو ده. يبقى حلو. جدا. لكن لو سادة لا. ولو استطعمتيه ولقيتيه طعمه جميل وحتى لو ما عليهوش سكر وانت بتشربيه كده عامة. فده معناه ان في مناسبة حلوة داخلة عليكي في سرور الناس شايفاها مش حلو. لكن انت مناسبة ليكي عريس مثلا. هو والقهوة نفس المعنى. هو والقهوة، بس في حاجة. القهوة دي تخصك انت بس. يعني ايه؟ ما يهواه قلبك وما يميل اليه نفسك. دي القهوة. تمام. يعني مثلا لو انت شفتي ان انت مثلا بتقدمي فنجان قهوه لشخص، اعرفي ان ده انت بتقدمي له حبك، بتحبيه قوي. طبعا. تمام. بتقدمي له مثلا قدمتيها لماما او لبابا او ايا كان، فده معناه ان انت بتعطيهم من خيرك. ان القهوه بتحتاج متابعه ومراقبه عشان ما تفوت وكده. تمام. فكل الحاجات دي، فده معناه ان انت بتقدمي تعبك، نتاج تعبك. وكل ما كانت حلوه وليها وش كده وجميله، معنى كده ان انت بتقدمي اسمى ما عندك. ولو مره برضو حزن طبعا، عشان هي ما بتتقدمش. هي السادة حزن. طب حتى لو شفتي القهوه في العلبه بتاعتها مكتوب عليها الساده، مناسبه جايه مقبله وحشه والعياذ بالله. طب فناجيل القهوه الفارغه الفاضيه بقى في المنام، انتظار لحدث سعيد، احنا مستنيين اهو، بس هو جاي. يعني رؤية حلوة قوي. طب كويس. انتظار، ادينا استنين. راجل شاف حاجة زي كده، في شغل جاي. في شغل جاي. ست شافت حاجة زي كده، في معازيم مثلا جوز بنتها. ناس جاية، بس نصبر. لأن كل حاجة بتتحط على النار فهي شوية بتاخد قلق وتعب. يعني انتظري. طيب نرجع شوية للرسايل. في مسج من رضا بتقول حلمت إني كنت في فرح
وفي ست ادتني دبلتين وحلق ذهب، بس الدبلتين كانوا واسعين عليا وانا كنت فرحانه قوي وانا عزباء. دبلتين دبلتين. هو عامه الدبل في المنام احنا قلنا قبل كده انها سيئه سيئه جدا، هي دائره السوء او عوده انسان سيء. فدبلتين وجايه من ست، فمعنى كده ان انتبهي جدا لان هيجي لك من وراها وجع قلب وهيجي لك من وراها غلب يعني. الحلق ده حلو. بصي هي اديتها لها مع الدبلتين. لا الحلق ده هتاخد منها خيرها وترمي شرها. يعني بصي زي ما بقول لك، لما تعرفي اقبل صاحبك على عيبه. مش هو الدبلتين دول مش ممكن يكون ليهم معنى ان هم من طرف الست رجاله بس مش مناسبين؟ مش شرط يكونوا رجاله، ممكن يكونوا اتنين كانوا من اصحابها بس بعدت منهم لاسباب ما. فراجعين تاني بما ان دي صديقه اللي اديتها لها. خدتي بالك؟ وبما ان اديت لها حلق وكده. لا هي بتقول في ست ادتني دبلتين. ست كمان غريبه؟ في الحاله دي اي ناس جديده بقى داخله عليها فهم سوء. بس ايه؟ بس الناس دي سبق اتكوت منهم قبل كده. فانتبهي بقى. عشان في ناس طيبه قوي بتفتح الباب تاني. طيب معانا حلم. واحدة حلمت اني بجري ناحية بوابة حديد وكلمت الحارس ودخلت وكنت عايزة اقفل البوابة من جوه عشان في مجموعة حيوانات مختلفة برضه شافتني. مش عارفة قصة الحيوانات وجاية ناحيتي بس معرفتش، ومسكت لسان حيوان فيهم واحاول اقفل بيه الباب. من ضمن الحيوانات دي كان في اسد. قمت رحت الحمام ورجعت نمت تاني. شفت بقى اني عند باب بيتنا وابن عمي في الشارع وانا بحاول اقفل الباب. مش عارفه في اللي اضغاط احلام ولا ايه اللي بناخد فيه بريك وبنرجع تاني. لا الحلم التاني ده على طول كل علماء التفسير قالوا ان ده يندرج تحت يعني الاحلام النفسيه. لان انت بتكملي الحلم مع نفسك او هي نفسها تقول يا رب ارجع اكمل اشوف ايه اللي حصل بتحلم. فده بيندرج تحت الاحلام النفسيه والامنيات والرغبات لان انت بتكملي بالحلو بعد كده. خدتي بالك؟ ولكن الرؤيه الاولانيه البوابه دي اصلا كل ما هو حديد فهو او يعني حاجه كده مصانة فهو علاقتها بالله سبحانه وتعالى. فبما انها داخله على البوابه معنى كده انها خلاص اقدمت على انها تحتمي في الله والقران وعلاقتها والعبادات والصلاه وكده. حمتها من شر بقى الدنيا كلها ايا كان بقى ايا كان انواعهم. هي خايفه. بصي لو كان يعني قطه كلب انت خايفه منهم يعتبروا اعداء. هم اليف. ولكن بما انك خفتي ادخل عليك الهم والحزن. يا صوفيا قولي، في حد وصل معايا حلم بس انا كنت ناسيه على ذكر الكلب والقطه، ان في ناس كتير بتحلم بالكلب والقطه رغم ان هم بيحبوهم في الحقيقه زينا وانت كده بنعشق الحيوانات. ولما بيصحوا ممكن يكون القطط اذتهم، ولما بيصحوا على نونوه حيوانات بتبقى بعيده. اذا كان هوهوه كلاب او نونوه قطط. بصي هقول لك على حاجه. او صوت جرس او ايا كان. انا عارفه الحته دي. هقول لك هو مبدئيا طبعا انا فسرته لها بس انا عايز اسمع منك. طب ما تقول انت الاول. لا والله لا يلا قولي عايزين اعرف. طبعا انا فسرته لها بكده يعني. بس طبعا قلت لها صوفيا هسالك. لا حبيبتي ربنا يخليك. بصي ان انت تشوفي حيوان مالناش دعوه بقى بواقعنا، واقعنا ان احنا بنحب الحيوانات. ولكن تؤذى من حيوان خربوش القطه معناه سنه مرض. تنام سنه على السرير لانه القطه اصلا اسمه سنور. سنور فاشتقاق من كلمه سنه. تمام؟ فلما تتعور منه او حاجه فمعنى كده هتؤذى. بما انها صحيت بقى على صوت القطه بره او صوت الكلب عزكم الله بره، فده دلاله على ان الاذى ده جاي لها من جن وليس من حد بني ادم يعني. فهو اذيه، فهي عليها بقى بالقران للتحصين. في الحاله دي لازم التحصين لان دخول الواقع مع لان هو يجري منك مجرى الدم. فدخول الواقع مع المنام على طول بتفسر في حته ثانيه خالص. انت بقى فسرتيه كده؟ يعني مش مشكله يعني تفسيرتي انا مش دقيقه زي تفسيرات صوفيا يعني. واحده بتعلم. طيب معانا مسج. واحده بتقول كنت محجوزه بنتي في المستشفى، حلمت انه بيصبوا لبن في كوبايات المرضى وبيلموهم، خفت ما يكفيش كل الموجودين وبقول لهم نقصوا الكوبايات عشان يكفي الكل. طيب هو التواجد في المستشفى
معناها خروجها من هم شديد. ليه؟ لان زي ما قلنا المستشفى، دار العلاج، ايا كان، صيدليه، هي خروجها من متاعب ومشاكل كبيره جدا جدا. اللبن في الحاله دي اللي هو القران، خدت بالك؟ اللبن بيندرج تحت العلم والدين. فبما انها بتتوزع على الكوبايات معنى كده انها هتكون مصدر خير لناس كتير، ولكن بما انها خايفه يخلص، الخير ما بيخلصش، البني ادم يعني موجود، طالما موجود الخير كتير. فهي بس عندها شويه حرص، فهو الانتباه في النقطه دي، انت حد كويس ولكن عندك شويه بخل، انتبهي للنقطه دي. في مسج تانية بتقول انا حلمت انه بنتين اخوات مع بعض واخوهم معاهم، جابوا لي الدبل وقلم وبتقول لي خدي اكتبي لنا عليها اسم خطيبتنا. يعني اتنين مخطوبين جابوا لها الدبل وقالوا لها خدي اكتبي علينا اسم اساميهم. اساميهم وحش عشان الدبل برضه والكتابه، تنسيتي كتابه. ده لو هي تعرفهم بالفعل تنبههم، هتبقى في مشكله في ارتباطهم. ما يعني ما ارتبطوش؟ لا لا، لو هم بيسمعوا كلامها لا. لكن لو غرب بقى، هي المشكله عندها بقى، هي هيجي حد هيبقى مصدر تعب ملاوع، زي ما اتفقنا ان الكتابه والقرايه كلها ملاوعات وكذب، فانتبهي ليها. طيب معانا حلم، يعني بنت او واحده بتقول يعني رايت بنت طفله صغيره ما كملتش سنه، انا شايلاها والبنت لابسه بنطلون وبلوزه واسعه بيضه ولابسه حلق زي حلقي على شكل قلب بارز، والبنت كانت بتضحك وبستني من خدي اليمين وكانت شفايفها لونها بمبم زهزه. الله ابشري. طيب هتكون حاطه زبده كاكاو بمبا وشعرها لونه بني مصفر ومش تقيل، انا حبيتها خلاص، وانا ارمله ومعايا بنت يعني. حلوه دي، حلوه قوي. البنت دي كل ما زاد جمالها وزادت اللي هي حكيته ده، ده معناه ان قبول دنيا عليها وقبلتها، قبول دنيا عليها جايز، جايز يعني. كويس، هي جواز بس حلو يعني قوي. حاجه حلوه قوي، هتفرح بيها وهتسعدها وهتدخل عليها السرور. كفايه ان يعني بصي اصلا النظره في يعني النظره في الجمال حاجه حلوه يعني. طبعا. زيزي بتقول جارتي حلمت اني انا وهي عند ماما، وماما قاعده قدام فرن بتخبز عيش واحنا بنساعدها، والعيش كان طالع جميل وشكله حلو جدا، وانا كنت لابسه اسدال ابيض فيه ورد، ماما كانت بتقول لي ليلتك بيضه زي الاسدال، وهي قالت لي الحياه بقى لونها بامبي زي الورد اللي كانت البامبي. بتهزر معايا يعني؟ على العلم ماما منتظره تزوج اخويا وانا متزوجه ومنتظره وظيفه ان شاء الله ربنا هيكرمها. بصي التواجد قدام الفرن اولا نوع من انواع الصعوبه والقلق طبعا، بس ايه، منتظرين حاجه حلوه، جاي عيش الرزق بقى، وجاي الفرحه اللي هي الاغاني دي فرحه ادخلت عليها السرور. يعني زي ما قال سيدنا ابو بكر، في ناس كتير تقول لي يعني الاغاني في يعني مش كويسه ومش عارف ايه وكده، لا، سيدنا ابو بكر الصديق لما دخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد ولقى النساء بتغني وبتطبل وكده فنهارهم، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اتركهم يعني ساعه وساعه. يعني احنا عايشين في الدنيا بس برضو ما ننساش حق الله سبحانه وتعالى وما ننساش حق الدنيا. صح. طيب صوفيا واحده بعتها بتقول ما تفسير القطه السوداء في الحلم؟ عملت لها ايه؟ طيب ما احنا لا، بتقول عليها شافت قطه سوداء في الحلم، ما تفسير السوداء؟ غطيس عيونه وكله كله كله، انتبهي. يعني حاجة مش كويسة، ولكن لو مثلا قطة سودة بس فيها العيون مثلا أصفر، العيون زرقاء، أيا كان، صديقة هتلدعها ولا لا؟ صديقة مليانة فلوس، عندها فلوس كتير بس تكون بره، داخل البيت صديقة مشكلة كبيرة جدا. يعني تدخل بقى تخطف الراجل، تدخل تعمل أي حاجة. الحية البينك برضو، حية بينك، حية بينك. حية بينك. امرأة متلونة، زيها زي الحرباية بالظبط. ايوه، تتلون، متلونة، بس هي خصائصها ايه؟
انثى اذيه طبعا عشان لونها بينك يعني بتاذي بتلون متلونه عايزه تعمل نفسها كيوت وكده. طب البومه في المنام مثلا لما تكون بومه بتبرق لك قوي وشكلها وحش في المنام ايه؟ هقول هو البومه عامه الناس كتير بتخاف منها بس تخيلي انها جميل والله والله العظيم في المنام كائن جميل قوي في المنام لو شفتيها بتلعبك او دي معناها امراه انت ممكن تكوني مهاباها شويه ولكن هي مصدر رزق ومصدر سعد. شوفي الناس فاكره انها مصدر خراب ومصدر مش عارف ايه وكده ولكن تاذيكي تضربك تعضك تخربشك وحش هو ده فعلا خراب ولكن في حالة تانية زي ما قلت لك حلوه ولذيذه كده مع ست بس ليها هيبتها بقى. طيب حلوه قوي. احنا هنطلع لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل انبوكس احلامك اوامر مع صوفيا زاده خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم حلقتنا من انبوكس احلامك اوامر مع مفسرة الاحلام صوفيا زاده. صوفيا طيب لو حلمت انه بشرب شاي في كوب متسخ مش نظيف تفسيره ايه؟ حلو ولا وحش؟ على حسب اللي رأي يعني. انت مثلا شفتي انت بنت شفتي ان انت بتشربي الميه دي من كوب متسخ معنى كده ان انت هتتزوجي رجل الرجل ده على خير وصلاح ولكن اهله مش كويسين تمام؟ او البنت العكس بقى يعني البنت بنت كويسه اهلها طبعا متعبين او مش كويسين متعبين قوي متعبين قوي بس يعني دي عيله بتتجوز عيله فمعنى مش معنى ان انا اتجوز جوزي وخلاص بقى عيلتنا تنفصل لا معنى كده انتباه ان انت كده ممكن تتعب وتخش في مهادرات مشاكل انت يعني انت في غنى عنها فبما ان ربنا نور لك بصيرتك ان الناس دي فيهم حاجه مش كويسه يبقى بلاش. ما هو ما نرجع ونقول دي رسائل ربانيه. طبعا طب ما الراجل كويس والست كويسه يعني هم كويسين صالح. طب وبعدين واحنا بناخد الراجل وبنمشي مش بناخد اهله كلهم وهو بياخد اهله ممكن تكون الكوبايه نفسها فيها حاجه يا صوفيا بقى الكوبايه الاهل بقى هو بقى هو اللي جوه هو كويس الميه حلوه ممكن تكون هي اللي هيتجوزها برضو فيها العكس انا بقول لك ممكن تكون هي كويسه بس اهلها مش كويسين لا رحمه تقصد هتتعب لا انا الست هي اللي مش كويسه يعني العكس يعني لا لا لا, لا 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 خالص هي اللي شايفه لا بالعكس دي بصيرتها عاليه هي اللي شايفه عشان بس طيب. طبعا احنا بنظلمه بس دي عيله مش هنتجوزك لوحدك خلوا بالكم بقى. طيب انا لو حلمت ان انا في كافيه وكوبايات شاي وقهوه كتير عماله بتروح وبتيجي حلو ده بصي لو انت اصلا صاحبه الكافيه ابشري برزق واسع كتير جدا. اي حد يحلم حاجه في مجال عمله معناها واسع في رزقه يعني انت مذيعه شفتي نفسك مثلا نايمه وحلمتي ان انت في استوديو كده استوديو والدنيا وتصوير وحاجات التصوير دي في الحاله الوحيده ليكي انت حلو ولكن التصوير والكاميرات في حاجه ثانيه مش كويسه احنا متفقين على ذلك. هو بقى واحد صاحب كافيه وشاف الموضوع ده معنى كده ان رزقه هيمشي كتير حلو قوي. حد ملوش بقى في المشوار ده خالص وشاف ان هو كده معنى كده ان هو في اتفاق على عقد جديد يعني شغل جديد بالظبط كده حاجه جديده او اتفاق على زواج حاجه جديده تمام. بس البنت من بره مش من العيله يعني مش بنت خالته بنت عمته لا حد بعيد لان احنا مش هنقابل قرايبنا في الشوارع لكن بنقابل الغريب في الشارع صح ولا صح صح. طيب اوراق الشاي في المنام حلو بصي حلو الورق ورود شيء اخبار فيها زي ما بقول لك ايه هتيجي على هواكي حاجه كده انت منتظراها وهتكون مصدر سعاده ومصدر يعني حاجه انت مستنيها بالفعل يعني هو ده قلقك ده هيخف يعني حاجه انت قلقانه كده وهتيجي بس انت بقى عليكي بقى تكملي يعني هتجيلك بيور بس انت بقى تستخدميها صح زي مثلا حمل تشوف واحده ست متزوجه شافت انها حامل بس هي خلاص اكتفت بالاطفال معنى كده ان جايه لك دنيا بس محتاجه منك ان انت تعتني بيها فاهمه ازاي بس. طيب انا لو شفت نفسي عند حد سواء كان اعرفه او ما اعرفوش عايزه التفسيرين بيقدم لي فنجان قهوه بس فاضي
بخيل. انسان بخيل تمام. هو مبدئيا طبعا عريس بخيل. هو فعلا هو حد غريب داخل عليكي ما يبهركيش شكله. ايوه عشان من بره هلا هلا بني ادم فاضي فاضي. أيوة. ممكن يكون انا احنا ياما بنقعد مع ناس وفاكرينها لكن حاجة. بتطلع فاضيه صح. من جوه. يعني ده معناه ايه؟ معناه ان انسان ممل، انسان ما عندوش اصلا افكار مرتبه، انسان فاضي يقول لك انا عندي وعندي وعندي، هو اصلا ما حلتوش حاجه. يعني هتصطدم بشخص تتوقعي منه حاجه وهتلاقي حاجه ثانيه. ان هو قدمها لك بقى، فاهمه ازاي؟ لكن لو فيها قهوه يعني حب بيقدم الحب وبيقدم يعني كل ما، لان القهوه دي احلى ما يقدم في المناطق العربيه، فمعنى كده ان هو بيقدم كل ما يملك، حب وفلوس وحياته وكل حاجه. طيب صينيه الشاي في المنام. صيانه. صيانه يعني ايه؟ مثلا شفتي مثلا عليها كاسات او ايا كان، فمعنى كده ان دخلت رزق عليكم هيكون مصدر صيانه ليكم. ده على طول الصينيه رزق. الرزق ده بقى ايه؟ فلوس. حتصون البنات دول، حتصون الزوجه وزوجها، حتصون يعني حاجه، الفلوس امان، حاجه مؤمنه. بس لو كانت الصينيه بقى بترقص، او الصينيه معوجه، او الصينيه مكسوره، ايا كان، فانتبه على الفلوس اللي داخله عليك، لانها هتكون مصدر قلق على اللي حواليك. طيب لو شفت كوبايات او كاسات كتير قدامي شكلها حلو بس مكسوره. ناس انت تتوقعي فيهم الخير، ولكن برضه من بره هلا برضه نفس القصه. بس مكسورين دول لو انت قدرتي، او مشروخه او ايا كان. لو انت قدرتي ان انت تساهمي في خروجهم من ازماتهم، ناس مؤزمه يعني، هتدخلي عند ناس مؤزمه، فاهمه ازاي؟ هتطلعيهم من ازماتهم، اساعدهم، تساعديهم ايا كان. هو غالبا بيبقوا ان هم ناس محتاجه معونه. اوكي. طيب ناخد شويه رسائل بقى. يلا بينا. ماشي. حلمت اني انا وجوزي بنتجوز من جديد، وانا بقالي شهر متجوزه، وهو كان قاعد في كوشه وانا في كوشه بس في وش بعض. ابشري. خلفه. طب ما شاء الله. حمل باذن الله تعالى. بس بعد سنه، يعني في خلال السنه دي. ليه؟ لاني يعني تعتبر في عيد جوازها. هيبقى في خبر حلو هتسمعه. حمل يعني باذن الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله. طيب حلو. بتقول داليا، حلمت اني انا لابسه كوتشي ابيض وشكله حلو قوي ومشيت بيه، فقابلت واحده معرفهاش بتقول لي انتي مخطوبه، داريت الدبله اللي في ايدي وقلت لها لا، مع العلم ان انا كنت مخطوبه ودلوقتي لا. طب بص هقول لك على حاجه. هو احسن اللي لا، تمام. دبله، ما احنا اتفقنا ان هو حد مش كويس. الخاتم اللي حلو. الخاتم راجل قيم. لا الكوتشي، ما انا عارفه، انا بس في موضوع الدبله. اوكي. الدبله وحشه، الخاتم حلو. يعني لما واحده تشوف ان واحد لبسها دبله، لا انتبهي له. مش كويس. ولكن لبسها خاتم، خاتم ده معناه ان هو حد كويس، حد قيم، حد. كل ما كان زاد جمال الخاتم كل ما زاد ايه حلاوته. كوتشي رجل متهور، يعني شبابي كده، حد كده يعني ايه، يعني لسه ما لم ينضج بعد. اصغر من نفسي كمان. خلي بالك يا دالي. طيب انا ابو يوسف، حلمت ان ابي واخي يبلغوني بان اخي الاصغر توفي ولا يعرفون اين يدفنوا. بعدها سقطت فوقي اموال كثيره، جنيهات فضه من السماء، وكنت عاري من اسفل. وحش طبعا. موت الاخ معناه موت السند. السند ده معناه ايه؟ حتى لو كان اخوك الصغير، تمام. حاجه انت بتستند عليها او معتبرها عكاز لك وقع، وهطول الحاجات الكلام بقى هينزل عليه قد كده كلام. مش حلو ده. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، معنى كده هو فاكر ان هو ايه، ان هو هيجي له خير بقى نازل من السماء وكده. لا مفيش. هيجي لك كلام كتير ومشاكل كتير بعد فقدانك للشيء اللي هو غالبا بيبقى العمل، عشان ما يتخضش. غالبا بيبقى العمل. طيب بعد بتقول انا حلمت اني بجيب عيش من الفرن، بس لقيت الفرن ده جوه مقابر
كتير وفي ناس كتير موجودين وفي اغاني شغاله بصوت عالي وانا الوحيده اللي بذكر الله وبستغفر بصوت عالي، عايزه اغطي على الاغاني ومستحرمه اللي بيحصل، والمقابر كانت عاليه ومدهونه وشكلها نظيف، مع العلم اني متزوجه وعندي ولد وبنتين، ارجو التفسير. وعلى فكره صحيت على اذان الفجر. هقولك، هي طبعا راحت تجيب عيش من وسط مقابر، المقابر دول اللي هم الاموات اللي هم يعني تفسيرهم في المنام منافقين، لان لا يتكلموا لا يتحدثوا لا ينطقوا، فهي ناس منافقه. هي تدخل مع في ايا كان بقى عمل اهل ناس جوزها ايا كان، هي اسر يعني منافقه جدا بوشين. بس هي مضطرة تتعايش عشان تاخد العيش. العيش ده ورث؟ العيش ده ممكن يكون، لا العيش ده ممكن يكون جوزها مضطرة هتعايش معاكم عشان ده جوزي. نمرة اتنين، ممكن يكون عملها غصب عنها لازم تتعايش عشان لقمة عيشها. فهي مضطرة تتعامل مع ناس منافقين لأجل العيش. طيب، حلمت اني في عمرة مع امي ورأيت الكعبة وفضلت ابكي وتذكرت أدعي ودعيت أن يرزقني الله بزوج صالح، فرأيت شخص كنت مرتبطة بيه اسمه سامح هناك ويتحدث مع أمي، ولما جيت قالت أن أخوه كلمها في التليفون يوم الاثنين وطلب أنه يأتي ويتقدم هو وأخوه لخطبتي، وأنا تعجبت من ذلك لأننا ابتعدنا منذ سنة. لا، ملوش دعوة سامح ده خالص. معنى كده أن ربنا سبحانه وتعالى سامحها، يعني بصي سموها باسمائها وكنوها بكناها والرؤيا الاول عادل. معنى كده وقوفها قدام الكعبه لجوءها لله سبحانه وتعالى في امر هي اغضبته فيه او عصته فيه، ولكن بما اني كلمها سامح، بما ان والدتها كمان دعت لها لان كلم والدتها، فمعنى كده ان السماح جالها مش من دعائك، لا من والدتك. بالظبط كده. فهو ربنا عفى عنك من امر شديد قوي. طيب، حكمة بتقول حلمت اني واقفة تحت شجرة طويلة وكمية من الفستق بيتساقط من طرف ثوبي، وجمعت كمية كبيرة جدا جدا، ورأيت قريبي اسمه طارق طلب مني اعمل له كوباية شاي وكوباية قهوة، هتتجوزي؟ هقولك على حاجة. اولا الشجرة المفترض انها رجل خير، ولكن شوية ممسك على فلوسه. بس بما انه تساقط عليها معنى كده هي هتعرف ازاي تطلع منه الفلوس. هو ده اللي هيجيب لها الشاي والقهوة. هو ده؟ طبعا. هو بخيل بس هي ذكية، هي هتعرف ازاي تاخد الفلوس. اوكي. طيب، هو في حلم انا عايزة اقوله يعني. طيب قولي. حلمت اني اشتريت نص كيلو لوز بقشره وقلت لجارتي روحي حمصيه. هقول ده معناه اشتراك في شراكه في رزق، ولكن الرزق ده جاي بمشاكل وصخب. يعني ايه؟ كل ما هو في فلقتين او بلق كده من جوه، لوز، بندق، عين جمل، مش عارف ايه، كل ده يندرج تحت الارزاق اللي جايه بكلام وصخب ومشاكل عبال ما تحصل عليه. بما ان بتقول لاختها او جارتها حمصيه، هتساعدها في وصول لهدف، يعني هيشتركوا هيعملوا شراكه. أوكي. في الفلوس اللي جايه لها بتاع عبدي. طيب، شكرا جدا جدا يا صوفيا، بجد نورتينا حبيبتي نوران، وتسافري وترجعي لنا بالف سلامه يا رب. يا قلبي ربنا يخليكي. وللاسف الشديد حلقتنا خلصت زي كل اسبوع، بتخلص بسرعه بسرعه. ثانك يو يا نونو، ثانك يو جدا. احنا ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي في انبوكس احلامك اوامر مع صوفيا زاده. باي باي.